السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا في برنامجكم الجديد الغرفة الخضراء المعروفة باللغة الإنجليزية بThe Green Room. في هذا البرنامج إن شاء الله سنتحدث عن قضايا فلسفية بمنظور ديني، ويشرفني بحضور الشيخ العلم من حماة العقيدة الإسلامية من مواجهات فلسفية الشيخ عبد الله العجري. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا سلمان، مرحبا وسهلا. كيف كانت رحلتك ان شاء الله؟ والله جيدة؟ كل شيء ممتاز الحمد لله. الشيخ العجيري شيخ ومهندس، حصل على بكالوريوس في اصول الدين في جامعة الإمام، وحصل ايضا على بكالوريوس اخر في الهندسة في الحاسب الآلي، بس كذلك في الهندسة، وألف كتبا، فألف كتابا اسمه ميليشيا الإلحاد وزخرف القول، وكتب أخرى طبعا إن شاء الله يكون رابط في الديسكريبشن بوكس بأسماء كتب الناس إن شاء الله. فشيخ، نبدأ بالحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب اتبعتموهم. الآن نرى في الغرب يا شيخ، نرى في طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نبهنا على أن المسلمون سيقلدوا اليهود والنصارى في تصرفاتهم الدينية. ونرى في الغرب الآن، في بريطانيا وفي أمريكا، نرى كثير من النصارى يلحدون، يكونوا ملحدين، يعني يرتدون عن دينهم. فهل ترى نفس هذه الظاهرة في الشرق الأوسط؟ جميل جدا. بالنسبة لل يعني الحديث اللي ذكرت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد أن هذا أحد دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه التجليات والمظاهر اللي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها في الأمة، يعني إحنا نشاهد فعلا وقوعها على مستويات متعددة، يعني يمثل حالة التطرف المتعلقة بها، ما يتعلق بأن يختاروا نفس الخيار الذي اختاره بعض أهل الكتاب الموجود في المجتمعات الغربية للإلحاد فيلحدون، هذه مثل حالات المتطرفة، وما دون ذلك، يعني ما دون ذلك، يعني أحد كبريات الإشكاليات اللي أعتقد أن نواجهها في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية عموما، هو نوع من أنواع الرضوخ لهيمنة النمو الثقافي الغربي، بحيث أن كثير من أبناء المسلمين صارت عنده قابلية شديدة وكبيرة جدا لإعادة ترتيب المنظومة الدينية العقدية الفقهية الشرعية الإسلامية التي تتوافق مع معطيات النموذج الحضاري الغربي، ممثلا بالذات فيما يتعلق بالمزاج الليبرالي المتسيد على العالم اليوم. صحيح. وبالتالي لما يتكلم الإنسان مثلا عن قيمة الحرية، عن قيمة الفردانية، على سبيل المثال، عن تجليات متعددة متعلقة بالأحكام الشرعية، سيجد الإنسان أن أحد كبريات الإشكال وأحد كبريات مناطق الانحراف الموجودة عند عدد كبير من أبناء المسلمين عائد في حقيقته إلى مجرد هيمنة هذا النموذج الحضاري الغربي. فنعم، في تطرفات أزعم أنها موجودة وحاضر في المجتمعات العربية للأسف فيما يتعلق بالتطرفات المتعلقة بأن يلحد الإنسان، لكن كذلك الإشكاليات اللي أوسع حضورا دائرة داخل إطار المجتمعات العربية الإسلامية، أن هنالك نوع من أنواع الشعور بالمعرة لجملة من المحكمات وجملة من الثوابت الشرعية، وإذا فتش الإنسان عن مبررات هذا الشعور بأن هذه الأحكام تمثل عارا ينبغي أن ينزه الإسلام عنه، تكتشف أن المسألة ليست عائدة لمحاولة تنقية التراث من حيث هو تراث، وإنما هو نوع من أنواع الرضوخ لضغط قيم أجنبية مباينة للتراث الشرعي والتراث الإسلامي، فيحصل عنده نوع من أنواع الاستجابة لتلك المعطيات بسبب ضمور مثلا قيمة الانقياد، قيمة الخضوع، قيمة التعظيم، قيمة التسليم لنصوص الشرعية. وبالتالي يعني هل هذه الإشكالية حاضرة وموجودة؟ يعني على هذه المستويات المتعددة أنا أزعم نعم أنها إشكالية موجودة بطبيعة الحال. سبحان الله، يعني ممكن نقول أن الفترة التي جاءت من بعد الاستعمار، يعني طبعا الاستعمار الغربي، وفي هذا الاستعمار تشربت العرب من أيديولوجيات الغرب، ومن ضمنها طبعا ذكرتها يعني الليبرالية، ومن أجلها يعني كثير من العرب ينظرون إلى أنفسهم بنظرة دونية، وينظرون إلى السيد الغربي العبقري يعني الذكي بنظرة يعني كأنهم يريدون أن يقلدوهم كما جاء في الحديث. فما علاج ذلك يا شيخ؟
والله هو الجزء من التوصيف اللي ذكرته صحيح، أظن لحقبة تاريخية معينة، يعني بمعنى أن لما حصل الاستعمار وحصلت الهزيمة والنكسة العربية، طرح أحد أكبر الأسئلة اللي طرحت داخل إطار المجتمعات العربية سؤال لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم. هذا السؤال كان حاضر، فأحد أكبر الإجابات الإشكالية في التعاطي مع هذا السؤال أن أحد المسببات الكبرى لتحقق النهضة في المجتمعات الغربية أن اختارت خيار العلمنة على سبيل المثال والعلمانية مبدأ مباعدة الدين وفصل ما يتعلق بالحياة عن الدين، بما يستوجب منا نحن كمسلمين كذلك إذا أردنا أن نلحق بركب الحضارة نتخلى عن قيم الشرعية، نتخلى عن قيم الإسلامية. فهذا مثلا أحد المعطيات الأساسية المتعلقة، ولذا مثلا عنونت أحد الكتب المعبرة ليس عن هذه الإشكالية بس أن مستحضرة هذا الإشكال إلى حد ما، كتاب مشهور جدا في تاريخ الحالة الفكرية العربية لأربرت حوراني اسمه النهضة العربية أو نهضة الفكر العربي في عصر الليبرالية، هذا هو العنوان في عصر الليبرالية. واللي يقرأ في الكتاب يجد فعلا أن كبريات أو كبرى الشخصيات المؤثرة في المشهد العربي في ذلك السياق الزمني عقب يعني أو أثناء وعقب ما يتعلق بمرحلة الاستعمار الغربي للمجتمعات العربية كانت متأثرة لحد كبير بكثير من القيم الحضارية الغربية في ذلك الزمن. لكن زي ما ذكرت في بداية الجواب أن ترى بالنسبة إلي هذه الحالة تمثل نوعا من أنواع الحقبة التاريخية الماضية أكثر من التعبير عن اللحظة الآنية. الآن يتكلم الإنسان عن سطوة تأثير ما يتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، ما يتعلق باليوتيوب، الإنترنت المفتوح، نتفليكس، أنا أزعم هوليوود، أنا أزعم أن هذه المنصات أكثر اختراقا للمشهد العربي وأكثر تغييرا للعقول والنفوس والأرواح من مثل هذه المعطيات. يعني عامة الإشكاليات اللي أظن تعصف بكثير من القواعد الشبابية لما يفتش الإنسان في المنصات اللي تشربوا من خلالها مثل هذه المعطيات الفكرية لن يجد إلى حد لا بأس به أن الإشكالية عائدة إلى المطالعة، إلى قضية القراءة، إلى المتابعة الفكرية، المتابعة الثقافية، بقدر ما هو تلقى لون من أنوان الفكر، لون من أنوان الثقافة ممزوجة بقيم الإمتاع عبر منصات الإعلام الجديد. ولذا أحد اللي أزعم وهي أحد الإشكاليات اللي يعاني منها على الأقل في المستوى العربي فيما يتعلق بالشأن الدعوي، أنه تمثل أو يمثل هذا الفضاء أحد النقاط العمياء بالنسبة للخطاب الدعوي الشرعي. يعني أن هنالك نوع من أنواع التحفظ المشيخي مثلا من إدراك على وجه التفصيل ما يجري عبر تلك المنصات، وبالتالي ما عندنا ذلك الوعي التام بحزمة الأفكار مفصلة اللي تسرب للأجيال القادمة، وبالتالي بطبيعة الحال سيكون عندنا إشكالية في تحقيق طبيعة العلاج المطلوب لمعالجة هذه الوضعية. طبعا اسمح لي أنا قاعد أسطر دي الشمال، أنا حتى نسيت إيش تحت السؤال كان. يعني فلا يعني قصدت أن يظهر لي أنه يوجد في يعني كثير من العرب عندهم عقدة يعني نقصية. أيوة في هذا بطبيعة الحال يبدون أنه إشكالية يعني حاضرة. وطبعا أكبر وهم حاصل عند كثير من الشباب توهم أن المجتمع الغربي والرجل الأبيض هو الذي يصح له المحاضرة والمخاطب فيما يتعلق بالمجال الأخلاقي مثلا، هو المعيار الذي يتحدث في ضوء معتقداته وأفكاره قيم حقوق الإنسان مثلا. تجد كثير المعارضات الموجودة لمحكمات الشريعة إذا فتش الإنسان عنها يجد أنه يقول لك مثلا الشاب أن هذه معارضة لي قيم حقوق الإنسان. لمفتش الإنسان في طبيعة تلك القيم ومن رسم ملامحها ومن رسم خريطتها سيجد أنها ليست هي في النهاية تمثل نوع من أنواع التوافق الإنساني البشري، وأن المجتمع الدولي حقيقة هو اللي عبر عن هذه القيم وجعلها هي معيار الحقوق سلبا وإيجابا، بقدر ما هي الحقوق التي فرضت من قبل المجتمعات وأريد للعالم كلها أن ينساق في ضوئها. ليس بطبيعة الحال المقصود الحين اللي هو مناقضة مفصل ما يتعلق بهذه الحقوق أن كل واحد فيها أمر باطل، لا بطبيعة الحال جزء لا بأس به منها يمثل نوع من أنواع المجال الخلقي المشترك إنسانيا من فطرة الله عز وجل الأصل نؤمن بها. لكن هنالك كذلك حزمة من ما يدعى أن مجال الحقوق على سبيل المثال إنما رسم ملامحها الطرف المقابل. فاللي يتابع بالنسبة إلي ما يتعلق بطبيعة الحضارة الغربية بكل تفاصيلها وتجلياتها خصوصا في السياقات التاريخية، تقييم الذاتي أن أبعد من يحق له المحاضرة فيما يتعلق بهذا المجال وأن ينسم للبشرية معيار ما هو أخلاق وليس أخلاقيا هو الرجل الأبيض. أنا عندي كتاب ترجمته اسمه هيروشيما، المؤلف اسمه جون هيرسي. الكتاب باختصار شديد أن
إن يتحدث الصحفي الأمريكي هذا بعد ذهابه لليابان بعد 8 أشهر من كارثة إلقاء القنبلة الذرية على اليابانيين يتكلم عن الفظائع التي شاهدها مما يتعلق بالأثار والتداعيات اللي ترتبت على إلقاء هذه القنبلة. مجالات الطرافة طبعا تعلق في الكتاب أن زار أولئك اليابانيين الستة اللي حكى تجربتهم في الكتاب بعد 40 سنة تقريبا، حكى أشياء فظيعة جدا. حكيت في مقدمة ترجمتي لهذا الكتاب جزءا يعني من سياق تاريخي يريد أن أسرب للقارئ المتلقي أن ترى حلقة هيروشيما أو إلقاء القنبلة الذرية أن يمثل حلقة واحدة في مسلسل الإرعاب الغربي للمجتمعات العالمية، وأن يعني حلقة الإجرام الغربي ممتدة يعني في التاريخ الماضي كما هي ممتدة في التاريخ الآني. ويعني خلني أختصر يعني الجواب ولا الكلام في هذه النقطة سيطول. تشارلز داروين عنده عبارة لما يعني في مذكراتي في رحلة البيجل ذكر عبارة صراحة معبرة، وهو من بني القوم يعني يختصر كما يقال تاريخ المجتمع الغربي في تعاطيه مع الشعوب والأمم الأخرى، قال حيثما خطت خطوات الرجل الأبيض لحق أهل السكان الأصليين الموت. يعني أينما ذهب الرجل الأبيض فإن السكان الأصليين سيلحقهم الفناء والموت. واللي يقرأ في تفاصيل ما يتعلق بالمشهد التاريخي ما يتعلق بالهنود الحمر على سبيل المثال في أمريكا الشمالية وقص نماذج يعني تاريخية تالية بعد ذلك يدرك مصداقية مثل هذا الإطلاق ومصداقية مثل هذه العبارة. فبالنسبة إلي يعني يمثل مشهدا يتسم بقدر من الطرافة، لكنها طرافة مزعجة، طرافة مؤلمة، طرافة مبكية، أن ينتقص المسلم من نفسه وإسلامه متوهما أن يمثل حالة من حالات الكمال فيما يتعلق بهذه المعطيات هو الرجل الغربي، في حين يعني طبيعة المنتج على المستوى الثقافي الذي قدمها الغربيين لا يلزم بالضرورة أن يكون حقا من حيث هو، بل لما يفتش الإنسان في كثير من التفاصيل المتعلقة بهذا الإطار على المستوى الفلسفي أو غيره سيكتشف أن في إشكاليات ثغرات كبيرة، وأن في نهاية المطاف هذه الثقافة الغربية لم تهيمن في ضوء قيم الحجاج في ضوء قيم البرهنة والتدليل، وإنما في ضوء قيم القوة الحضارية المكتسبة عبر القوة الاقتصادية والقوة العسكرية وغير المعطيات. وأي مراقب طبعا للحالة الفكرية سيدرك بالضرورة أن غلب الطرف على طرف آخر ثقافيا لأنه استظهر عليه بالقوة الاقتصادية والعسكرية ليس مبرر موضوعيا لتلقي هذه الأفكار، لأن عالم الأفكار إنما يصححها أو يبطلها طبيعة البرهنة وطبيعة الحجاج وطبيعة الأدلة، لكن واقع الحجة الغربية واقع غلبة المزاج الليبرالي عالميا ليست معطياتها وحقيقتها ناشئة من معطيات معرفية بقدر ما هي ناشئة من معطيات أجنبية على المجال المعرفي بالكلية، بحيث يحتاج الشاب قليلا أن يتأنى أن يتريث أن يحاكم تلك التصورات تلك الثقافات إلى مثل الأدلة والبراهين والحجاج، وسيتكشف بإذن الله عز وجل له أن تتسم كثير من الطروحات المتعلقة بهذا المجال بالاهتراب بالهزال بالضعف الشديد، وأن سطوة التأثير إنما تخلقت عبر تطبيع تلك الرؤية وتلك الفكرة على المشهد العالمي. طيب شيخ، بالنسبة من الأفكار يعني التي تشربتها العرب هي الإلحاد، فكرة الإلحاد، ف باختصار شديد ما هي الحجة المفضلة بالنسبة لك لإثبات وجود الصانع؟ والله طبعا يعني خلنا كمدخل يعني في عبارة جميلة الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بالخلائق أن يكثر لهم من الأدلة والحجاج بحسب أهمية هذه القضية. وبالتالي لما يتكلم الإنسان عن أصل الأصول العقدية ومركزه ولبه اللي تنبني عليه كل الدوائر العقدية اللاحقة سيجد أنها قضية وجود الله سبحانه وتعالى. فالأدلة المبرهنة على هذه الحقيقة متعددة وكثيرة جدا، بل هي متعددة كما ذكر بعض الأئمة بعدد الخلائق. يعني من الأبيات الشعرية الجميلة أظنها المنسوبة لأبو نواس، قال يعني في البيت الشعري اللي هو وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ليس حتى في قضية الوجود على الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يعني في حزمة الأدلة هذه لما تتكلم عن تعددها بتعدد حضور الخلائق ما هو الدليل الأفضل والأنسب والأقرب إلى روح القلب بالنسبة لك؟ بالنسبة لي والله أنا على المستوى الشخصي، وهذا أحد المعاني يعني اللي استفزتني لتأليف كتاب شموع النهر
أنا عندي كتاب اسمه شموع النهار، عنوان الفرع الكتاب إطلالة على الجدل الديني الإلحاد المعاصر في مسألة الوجود. ممكن نطلع على هذه الكتب على الإنترنت ولا؟ إيه موجودة 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 الحمد لله عز وجل. فالفكرة الكتاب الأساسية اللي هو محاولة الاشتباك مع الخطابات الإلحادية في خصوص ما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى. أحد القضايا اللي ما بيقول مثل الكتاب نوع من أنواع التراجع، لكن نوع من أنواع بالورد التصور فيما يتعلق بأدلة وجود الله عز وجل، إني كنت في فترة ما معظما لما يتعلق بالدلالات العقلية الوجود على الله سبحانه وتعالى، مثل دلالة الخلق والإيجاد أو دلالة الإتقان والرعاية والإحكام والتصميم وغيرها من الأدلة. اللي حصل وهذا معنى شرحته في أوائل الكتاب إن من عادتي في مؤلفاتي وكتبي إن النسخة الأولى والنسخة الأولى مكررة صح التعبير أهديها النسخة الوالد والوالدة الكريمة من كل الكتب، وبحمد الله عز وجل كل كتاب يتلقونه الوالدين يتلقونه بنوع من أنواع السرور والغبطة والفرح وشعور إن يعني المنتج الذي يقدمه الابن في نهاية المطاف هو يعني امتداد يعني لمنتجهم. إلا كتابا واحدا لما قدمت الوالدين كان ردت فعلهم تتسم. هذا كتاب؟ لا كان الكتاب اللي قبله كتاب يتسم بردة فعل سلبية وقاتمة وشعور بالتخوف، وأن أشبه أن ما الذي أدخل ابننا في متاهة معالجة مثل هذا الملف والقضايا اللي كان ميليشيا الإلحاد. كتاب ميليشيا الإلحاد سنكروا جدا الواردة يعني بتدينها الفطري استفضعت جدا أن كيف يتصور وجود إنسان يعقل يتنكر وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الموقف من الوالدين يعني ردة فعل العفوية التلقائية الفطرية حيالها ملف الإلحاد وجود الله سبحانه وتعالى لفت نظري إلى ما يتعلق بطبيعة المكون الفطري، إلى المعنى المكتنس في نفوس البشر، إلى القيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس التي يستطيعون من خلالها أن يستدلوا ذاتيا على وجود الله سبحانه وتعالى. فبدأت أتأمل في قضية الدلالة الفطرية بقضية الدلالة الفطرية، وتوصلت إلى جملة من النتائج جعلت من الدلالة الفطرية بالنسبة إلي من أقوى ما يمكن الاحتجاج به في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى. بمعنى يعني أول قضية أن هذا معنى حاصل وموجود في نفس الإنسان ابتداء جيد، وأن قصارى ما تقدم الأدلة العقلية بعد ذلك أن تذكر الإنسان بفطرته الأولى. يعني الأدلة العقلية من نتائج توصلت إليها لا تحدث في نفس الإنسان معنى لم يكن حاصل لله ابتداء، وإنما هي تذكره بمعنى حاصل له، تذكره بشيء قد غفل عنه قد نساه قد تشوهت فطرته على سبيل المثال. ولذا من أكثر القضايا على المستوى الشخصي يعني أهمية فيما يتعلق بقضية فطرية معرفة الله سبحانه وتعالى أن يدرك الإنسان ما هي الضريبة الباهظة التي يحتاجها الإنسان أن يدفعها متى ما تنكر لوجود الله سبحانه وتعالى. يعني من محاورتي مع كثير من الشباب يتوهمون أن مسلسل الإنكارات سينتهي بهم إلى إنكار وجود الله سبحانه وتعالى ثم يستطيعون أن يتلذذوا ويستمتعوا في حياته ويمضوا فيها. اللي يحاول أن أكشف لكثير من الشباب إن في لحظة إنكارك لوجود الله سبحانه وتعالى ستتقع في مأزق هائل وكبير جدا أنت غير واعي به. فما هي العواقب؟ أيوة مثلا من الضرائب اللي يحتاج يدفع ضريبة معرفية هائلة وكبيرة جدا. يعني من غير الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى أنا أزعم، وهذا معنى حاولت مبرهن عليه ودلل عليه في الكتاب، لا يستطيع الإنسان أن يقيم فلسفة معرفية متماسكة. إذا تنكر وجود الله سبحانه وتعالى سيتسرب هذا التنكر إلى المجال الخلقي والأخلاقي. لن يستطيع أن يعترف بوجود قيم موضوعية أخلاقية مطلقة، لا يستطيع أن يبرهن ذاتيا على 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 حسن العدل مثلا وقبح الظلم، حسن الصدق وقبح الكذب. صحيح. هذه قضية ميسورة للمتدينين، ميسورة للمؤمنين بوجود الله سبحانه وتعالى. والمجال البارح اللي تدري عليه ذكرته مفصلا في الكتاب، لا يستطيع الإنسان أن, 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 أن يدلل على ما يتعلق بالأسئلة العفوية التلقائية الفطرية المكتنزة في النفس، من أنا ولماذا أنا هنا وإلى أين المصير وغيرها من الأسئلة الغاية الموجودة، الأسئلة الوجودية الكبرى. الأسئلة الوجودية الكبرى تجد جواباتها في حضور هذا المكون الفطري في نفس الإنسان، أما إذا تنكر الإنسان لها سينتقل إلى حيز مختلف تماما. إرادة الإنسان الحرة، يعني لو تبنى الإنسان الرؤية الإلحادية من حيث هي، أحد اللوازم العقلانية بالنسبة لي التي ترتب عليها تلقائيا هو التنكر لإرادة الإنسان الحرة واعتقاد جبرية الإنسان، وأن رفع يدي هذه ترى في نهاية المطاف ليست ناشئة عن مشيئة واختياري، وأنما هو أمر اضطررت إليه. قد أتوهم أني اخترت المسألة هذه، لكن حقيقة الأمر كما يشرح لنا أحد دعاة الإلحاد الأكابر سام هاريس في كتابه فري ويل الإرادة الحرة، أن ترى هذه القضية هي مجرد شعورك بأن أنت اللي اخترت هذه القضية، هذا وهم ولا حقيقة الأمر أنها ليس هنالك فري ويل، ليس هنالك إرادة حرة. وقس عليها يعني عدة مجالات، يعني بحيث
يبدو لي أن عتاة الملاحدة الأكابر الأوائل، يعني لما تتكلم عن سارتر، نيتشه، تتكلم عن الرموز الإلحادية الكبرى، كانوا واعين بالإشكال هذا، كانوا فاهمين أن اللوازم والآثار مترتبة على خيار الإلحاد أن يتبنى الإنسان مثل هذه الرؤية المتنكرة لجملة من المعطيات، المعارف الأخلاقية وغيرها، والجانب المعرفي وغيرها، بحيث نشأت عندنا تيارات الفوضوية، تيارات العبثية، تيارات العدمية، كلها تنشأ في ظل وعي الإنسان باللوازم الحقيقية المترتبة على خيار الإلحاد. يعني ستيفن هوكينغ لما يطلق عبارة يقول لك أن الإنسان مجرد وسخ كيميائي يعيش على كوكب المتوسط الحجم. ما الذي يبتعث على أن يوصف الإنسان بمثل هذا التوصيف؟ بالنسبة إلي، الخيار المنطقي المتشكل في ضوء الرؤية الإلحادية أن يتبنى الإنسان هذا الخيار. الإنسان في النهاية هو مجرد صدفة بيولوجية نشأت في ظل التطور الدارويني. مكونات هذا الإنسان ترى ليس فيه امتياز. الرؤية الدينية لا تخلق نوع من أنواع الامتياز الإنسان. فأحد، يعني لما أتكلم عن قضية أدلة وجود الله سبحانه وتعالى، أحد الجوانب المؤثرة على المستوى النفسي والمستوى الشخصي إن ما هي الخيارات البديلة لقضية وجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتخلق عندي نوع من أنواع الطمأنينة الكبيرة جدا إلى حضور المكون الفطري في نفسي، وأن عندي نوع من أنواع الثقة فيما يتعلق بهذا الجانب الفطري الذي أشعره من نفسي في قضية وجود الله سبحانه وتعالى، كثقتي في أن النقيضين يستحيل أن يجتمع، كثقتي في مبدأ سببي العامة، كثقتي في مبدأ الهوية، كثقتي أن 1+1=2. بل حتى من الأشياء الطريفة والغريبة، يعني وأقدر أذكرها في هذا السياق، وقفت على عبارة للإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى في أحد رسائله، كان يتكلم عن فكرة غريبة بالنسبة لي، غريبة جدا، يقول يعني في معنى عبارته أن حضور معرفة الله سبحانه وتعالى في النفس أبلغ من إدراك الإنسان أن 1+2 وأن النقيضين لا يجتمعين وغيرها. فتلاحظ حين الموازنة الموجودة عند ابن تيمية ليست أن هذه على قد المساواة مع هذه، بل يرى أن هذه أبلغ في الوزن سبحان الله من هذه. هذا السؤال طبعا، أو هذه الطروحة اللي قدمها ابن تيمية، كانت تفترض عن نفسي سؤالا، طيب إن كان هذا الأمر حقا فلماذا لا أستشعر هذا المعنى من نفسي؟ نعم أنا أعترف بفطرية معرفة الله سبحانه وتعالى، ولكن لماذا أشعر يعني بأن معرفتي بأن 1+1=2 أبلغ من معرفتي بوجود الله سبحانه وتعالى؟ ليش المبرر الموضوعي؟ ما الذي خلق هذه الحالة؟ طبعا استمر السؤال كما يقال في ذهني من لحظة قراءة الكتاب، حتى أفضيت يعني بعدها بسنوات بقراءة كتاب ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية، موسوعة يعني عقدية كبيرة جدا، خرجت تامة بعد سنوات من قراءة ذلك الكتاب. فوقفت على عدة مواضع في هذا الكتاب وشرحت بعض الملابسات في مقدمة كتاب شموع النهار، فاكتشفت أن ابن تيمية في بنائه لمنظومته هذه أقام على فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى تخفف شيء من حدة هذا السؤال، لكن الفكرة الثانية هي اللي تحل مأزق هذا السؤال. الفكرة الأولى طرحها أن قضية معرفة الله سبحانه وتعالى أرسخ من جهة تعلقه بالمجال المعرفي العلمي وتعلقه بالمجال العملي. ففطرية معرفة الله سبحانه وتعالى ليس متعلقا بمجرد معرفة وجود الله سبحانه وتعالى، بل معرفة وجود الله عز وجل وشعور فطري عند الإنسان بالتذلل بالتعبد لهذا الإله. فهذا الجانب الذي يجعل نوع من أنواع القوة لمعرفة وجود الله سبحانه وتعالى على حساب المعارف النظرية البحتة. لكن هذا لا يحل إشكال ليش أشعر أن هذه المعارف النظرية البحتة أبلغ في النفس من تلك المعرفة. يحلها الإطلاق الثاني والعبارة الثانية اللي ذكرها ابن تيمية وموجودة يعني في عدد من كتبه، لكن وجدتها في بيان تلبيس الجهمية، أن الإشكالية طارئة بسبب الواردات الفاسدة. أن حجم التشكيك الذي يمارس على 1+1=2 أو مبدأ عدم اجتماع النقيضين أو المرفوع الثالث، حجم الواردات، حجم الشبهات، حجم الإشكاليات الواردة على هذا الملف دون الواردات المشكلة والحاصلة على ما يتعلق بوجود الله سبحانه وتعالى، وبالتالي هذه الواردات الفاسدة وهذه الشكوك وسوسة الشيطان فيما يتعلق بهذا المجال أبلغ بكثير من المجال المتعلق بالمعارف النظرية البحتة، وهو ما يعني ينقص من حالة اليقينية فيها في النفس. وإلا لو صفت النفوس، هذا جزء من طروح التيمية، لو صفت النفوس كما ينبغي لكان إدراكها لمعرفة وجود ربها وخالقها أبلغ من تلك، لأن أصلا زي ما ذكرنا بداية الكلام أن التأسيس الفلسفي النظري للإبستمولوجيا لنظرية المعرفة إنما يقوم على فكرة الإمام وجود الله سبحانه وتعالى. إذا سبعت وجود الله سبحانه وتعالى فتلك المعارف النظرية لا تستقيم إلا باستقامة الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى من الجهة الفلسفية. وبالتالي يعني من ناحية التراتيب الموضوعية ينبغي أن يكون هذا
أسبق وأحضر. لكن بحكم الواردات الفاسدة هي اللي تسبب نوع من أنواع الـ 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 الاضطراب والإشكال فيما يتعلق بها. فتعقل هذه المعاني يعني جملة، ما هي الضريبة الباهظة اللي يحتاج لسلكها الإنسان، الثقة والطمأنينة المكون الفطري، بالنسبة إلي هو يشكل جزء مؤثرا فيما يتعلق بهذه المعادلة. قد يكون له حزمة من التأثير على المخالف لما تبديها إليه، لكني يعني واعي ومتصور وفاهم أن مثل هذه الأطروحة قد لا تكون مقنعة بالضرورة في المقام الحجاجي ومقام الاستدلال على المخالف، بحيث يحتاج الإنسان فعلا بعد أن يبرهن ويدلل وأن يبين الضريبة المتعلقة بتنكر وجود الله عز وجل أن ينتقل للفضاء الآخر اللي هو فضاء البرهن والتدليل العقلي على وجود الله سبحانه وتعالى عبر حزمة الأدوات المعروف في هذا الإطار. ففي هذا طيب قد لا يعرفه كثير من الناس فمثل يعني حجية الحدوث كل شيء له بداية له سبب، العالم له بداية إذن العالم له سبب، هل تستخدم يعني تستخدم ذلك مع ملحد مثلا؟ والله هو طبيعي، يعني هو أكبر دلالتين عقليتين متمازجتين محكمتين، وامتيازهما كذلك أنها له حضور في معطيات الوحي، يعني هذا أصل دليل الخلق والإيجاد حاضر في الوحي، يقول الله سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وميزة هذا الدليل وعضيده وقرينه وأخوه دليل الإتقان والرعاية والإحكام كلاهما موجود، اللي هو قرب المقدمات العقلية من الذهن وسهولة تصوره، وهذا أحد امتيازات الأدلة العقلية المستعملة في القرآن الكريم. فهو دليل عقلي، يعني مبادئه الأولية سهلة، يعني هو يقوم على مقدمتين، مكونات الدليل خلق الإيجاد لما يتأمل فيها الإنسان يجد أن في مكون عقلي بدهي يتعلق بمبدأ سبب العامة، أنه هو مكون فطري يجد الإنسان في نفسه ضرورة، حتى يعني من التمثيلات والتطبيقات المشهورة الأطفال على سبيل المثال، الطفل في غرفة مظلمة لو أجاه مثلا لمسة ولا ضربة من جهة معينة لا يخطر في بالي هذا الطفل مطلقا أنها جاءت هذه الضربة من لا شيء، قطعا مفطور على أن هنالك سبب يحتمل على الاعتقاد أن هنالك ضربة تلقاها ومن غير أن يعاين من غير أن يشاهد، ولا يستطيع أن يقتنع أن حدث هذا الشيء من لا شيء. لما يقف الإنسان أمام كفتي ميزان وفجأة ينزل أحد كفتين ويرتفع الآخر، يجزم أن هنالك شيء رجح هبوط هذه وصعود هذه، فمن بدء عقلية ضرورية قضية ترجيح المرجح. فعندنا مكون عقلي بدهي فطري تلقائي عامة البشر يعني يسلمون له من غير استشكال، اللي هو قضية أن كل ما له بداية لابد له من سبب، كل أمر حادث لابد له من سبب. وتبقى في المكون الثاني مكون حسي تجريبي ملاحظ بدهي، يعني بمعنى مثل ما يثق الإنسان في مبادئ عقلية ضرورية، فأنا في ثقة بحمد الله عز وجل أن أمامي شخص ما شيخ محمد حجاب وقدام ميكروفون وأمامي طاولة، عندي ثقة، وما يعني لو لا أستطيع أن أتطلب البرهن والتدليل على قضية أن قدامي طاولة لأني أراها، يعني هي بالنسبة لي سيلف إيفيدنت أنها مبرهنة ذاتية ما تحتاج إلى قضية برهن وتدليل يعني متجاوز لهذا الإطار. فبالنسبة إلي يعني خلنا نأخذ مستوى الدليل الخلق، له في تقييم مستويين. المستوى الأول وهو المستوى الحاضر في نصوص الوحي. الوحي ترى لا يعول كثيرا على السعي على البرهنة والتدليل الفلسفي المطول على فكرة حدوث الحادث، يعني ما هو المعيار الذي نستطيع في ضوء أن نحاكم ما كان حادثا وما ليس بحادث، هذا ليس حاضرا في معطيات الوحي. يعني ليس الوحي يعني مستوفزا من أجل إثبات وبرهنة أن الكون بكل ما فيه حادث. تجد أن الوحي ينطلق مباشرة إلى الحادث المعاين المشاهد، أنت أيها الإنسان تعرف أنك أنت على المستوى الذاتي الشخصي وجدت بعد أن لم توجد، أن أنت في لحظة ما تدرك أن المطر ليس موجودا ثم حدث المطر، تدرك أن حدث الطفل، خرج العشب، سقطت الطاولة، تحركت يدي. فجزء من تنظير ابن تيمية مثلا فيما يتعلق بدليل الخلق والإيجاد أننا نستطيع أن نستثمر ما يتعلق بمجرد حركة اليد، بس حركت يدي هذا أمر حادث، هذا الأمر الحادث لا بد له من سبب بالدلالة العقلية، نستطيع أن ننتهي في جملة الأسباب إلى السبب الأول سبحانه وتعالى وهو إرادته تبارك وتعالى. بمعنى لما حرك يدي الآن هذه الحركة ستقول، سيطرح سؤال، ما سببها؟ هل سببها أمر حادث أم أمر قديم؟ فبطبيعة الحال حركة اليد ندري أن لها سبب حادث، فتقدر تقول أن مثلا جزء من أسبابه، وهذا أصلا جزء من نظرية ابن تيمية فيما يتعلق بالأسباب، أن لا وجود لسبب يستقل بإحداث أثره إلا إرادة الله سبحانه وتعالى، وإلا فكل
اللي ما يحدث أثرا في هذا الوجود إنما هو بتعاضد أسباب وبغياب موانع معينة. النار ليست هي السبب الأوحد للإحراق، مثلا قابلية المحل سبب، إن الورقة اللي تلقيها في النار هي قابل للاحتراق، وإلا إذا كان المحل غير قابل لا تحترق بالنار. فعندك أسباب يعني تتعاضد، وعندك موانع لابد ترتفع حتى تتحلق هذه الأسباب. فعندك الحين نفترض سبب مثلا ومضة كهربائية أطلقت من دماغ على سبيل المثال لحركة اليد وكذا. طيب هذا الومضة هل هي قديمة ولا هي أمر حادث؟ زين، طيب خلينا نفترض أن أمر حادث، طيب فمعناته لابد لها من سبب. طيب أمر حادث لابد له من سبب، أمر حادث لابد له من سبب إلى ما لا بداية، إلى ما لا بداية. فإذا وصلنا إلى هذه الفكرة أن تتسلسل هذه العلل إلى ما لا بداية، فمستحيل أن تنشأ حركة اليد لأنها معتمدة في وجودها على شيء سابق، لكن هذا الشيء السابق لن يوجد إلا إذا وجد سابقة، وهذا الأمر السابق مرهون وجوده بوجود ما سبق وهكذا. فالعقل الضروري يستلزم أن سلسلة العلل لابد تنتهي لسبب أول، إلى سبب أول لا سبب غير مسبب، سبب غير مسبب، سبب قديم أزلي ليس بحادث. هذا أحد الشراطات الأساسية. طيب هذا الشيء الحادث لا يخلو من أحد احتمالين، إما أن يكون مثل ما يعبرون في اللسان الفلسفي إما أمرا موجبا بالذات أو فاعلا بالإرادة والاختيار. موجب بالذات يعني ينشأ عنه أثره من غير طوعه واختياره، كما مجرد قال ابن سينا، مثل ما قالوا الفلاسفة مثل ابن سينا لما قالوا أن العالم علة عن معلول هو الله سبحانه وتعالى. طيب إيش الإشكال اللي وقعوا فيه الفلاسفة لما تصوروا هذا التصور، لما قالوا العلة المسببة لسلسلة الحوادث إنما هي علة قديمة أزلية موجبة بالذات، التزموا قدم العالم ونفوا الإرادة، ينفوا الإرادة بس التزموا الحين قدم العالم، بمعنى أن ما دامت العلة تامة موجودة فالعقل البدهي يدل على ضرورة يقترن بها المعلول، يقترن بها المعلول. فإذا كانت العلة التامة موجبة بالذات أزلا لازم أن ينشأ عنها معلولها أزلا. طيب أنا مدرك أن يد الحين حدثت لم تحدث الأزل، مدرك هذا بداهة، فمعناته بالضرورة أن تنتهي سلسلة العلل إلى علة أولى تكون متصفة بالفعل والاختيار. إن هي يعني إن ولذا يتعقل الإنسان أزلية العلة من حيث هي اللي هو وجود الله سبحانه وتعالى مع إمكان تراخي المعلول لمشيئة العلة الأولى واختيارها، بحيث أن ينشأ مثلا حركة اليد بتقدير من الله سبحانه وتعالى وبمشيئته وإرادته سبحانه وتعالى في ضوء حكمته سبحانه وتعالى تنشأ ويترجح مثلا هذه القضية. فتلاحظ لما نتكلم عنها، وهذه قضية أذكر أشارت إلى أن بالرشد أشار إليه، أن عندنا مستويين من الدلالة. نحن في غنى، هذا جزء من أطروحة، نحن في غنى عن السعي التفصيلي للبرهنة والتدليل على أن الكون بكل ما فيه حادث. يكفينا أن نشاهد حادثا واحدا ونستطيع أن نصل من خلال الحادث الواحد هذا إلى نهاية سلسلة تفضي بنا بالبرهنة والتدليل على وجود الله عز وجل. قد يرد سؤال، طيب إيش المانع أن الحادث الثاني اللي شفته أن حركة اليد الثاني هذه تنتهي لسلسلة ينتهي إليها إله آخر، هذا مثلا أحد الإرادات. فنقول الكتب العقدية عقدت مبحثا آخر تاليا لمبحث وجود الله سبحانه وتعالى يسمونه مبحث التوحيد. أحد فصول التوحيد الأساسية فصل يسمى بتوحيد الربوبية. هل خالق العالم متعدد أم خالق العالم واحد؟ وعندنا أدوات عقلية في البرهنة والتدليل على أن العلة الموجبة لحدوث جميع الحوادث تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى، وأن خالق العالم واحد عبر مثلا دليل التمانع على سبيل المثال. فتلاحظ بالنسبة لي في ضوء هذه الرؤية الفلسفية يستطيع الإنسان أن يبرهن ويدلل على وجود الله سبحانه وتعالى، ثم يبرهن على وحدانية الله عز وجل عبر مثلا دليل التمانع في كتب التوحيد، من غير الاحتياج إلى توغل كثيرا في منطقة البرهن والتدليل على أن العالم بكل ما فيه مثلا حادث أو إقامة معيار، أو باللسان الكلام مثلا أن ما لم يخلو من الحوادث فهو حادث ونلتزم لأجل دليل حدوث الأجسام مثلا لوازم متعددة فاسدة، يستطيع الإنسان الاستغناء عنها. ومع ذلك هل بالإمكان نستثمر ما يتعلق بالجدل المتعلق بالمستوى الآخر ليس الحادث المعاين؟ لا، أبرهن على أن ما رأيته من الحوادث وما لم أره من الحوادث كلها تفضي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أزعم أن يستطيع الإنسان أن يدخل في هذا الإطار من جهة إلزام الخصم في كثير من الأحيان بما يلتزمه. يعني لما يقرأ إنسان في المدونات الفلسفية المدونات الكلامية إجمالا سيجد أن أحد أكبر محاور الجدل القائم بين الفلاسفة المتكلمين في الإطار التاريخي كان في فكرة قدم العالم في مقابل حدوثه. لما تقرأ مثلا كتاب تهافت الفلاسفة مثلا لأبو حامد، هذه المسألة تشكل يمكن ثلاث أرباع الكتاب. ابن رشد يمثل الواجهة الفلسفية ويناقش
في تهافت التهافت. ابن تيمية ناقش المسألة هذه بطول، بل لا تخلو مطولة من مطولات علم الكلام إلا تناقش هذه المسألة. صحيح. يعني هي مسألة كبيرة تناقش الآن في المعطيات العلوم الطبيعية التجريبية المعاصرة. على سبيل المثال في مثلا أحد النظريات الرائجة والسائدة بحيث شكلت أرضية مشتركة على الأقل لمساحة لا بأس به من الملاحدة مع المتدينين، اللي هو الاعتراف بأحد المقدمتين الأساسيتين لدليل الخلق والإيجاد، اللي هو الاعتراف بأن الكون حادث أو العالم حادث. إن في ضوء مثلا في ضوء نظرية ذا بيج بانج انفجار كثير على سبيل المثال، إذا كان الملحد اللي أنا أحاوره وناقشه مسلم بصحة هذه النظرية ومسلم بفكرة أن الكون الذي نحن فيه بكل ما فيه حادث، سلم لي بهذه المقدمة، خلاص يصير بس باقي عليه يصدق بالمقدمة الثانية أن الكون إذا كان حادثا فلا بد له من سبب، فالكون له سبب، وبعدين نقدر نتجاوز نناقش طبيعة هذا السبب المباين الكوني، يعني بمعنى أنه ليس محكوما بالمعطيات المتعلقة بهذا الكون، أن مثل ما ذكرنا يعني جزء من برهن التدليل لابد أن يكون فاعلا بالاختيار، أن يكون حيا، أن يكون مريدا، أن يكون مثلا يعني بعض الصفات، طبعا تتعضد هذه الصفات بالدليل الآخر والدليل الخلق والدليل الإتقان والرعاية والإحكام، تقدر تدخل قضية العلم، تقدر تستدل على قضية الحكمة، تدل حتى تستدل على قضية الرحمة وغيرها من المعطيات القائمة. فهذه يمكن يعني كما يقال تور كذا لفة في الموضوع. فخلاص القول أن لم يؤمنوا بأن يوجد يوجد إلها أزليا، فلا بد أن يخولوا بالتسلسل إلى ما لا بداية، فلهم الخيار بين هذا وذاك. أيوة طبعا إذا التزموا قضية التسلسل إلى ما لا بداية، يعني أحد اللوازم العقلية الضرورية هو عدم حدوث شيء من الأشياء، ما يحدث الكون لأن ليس الكون موجودا. في كثير منهم الآن يستنكرون السببية أساسا. فسمعت برتراند راسل نفسه يقول في كتابي، يقول أن لا يستلزم أن الكون نفسه يكون له سبب، لأن ليس الأمر يعني ما في الكون نفسه قد لا يكون للكون، يعني اللي حصل في الكون قد لا يحصل له. فيقول لك ان هذه اسمها مغالطه التركيب، fallacy of composition. فهل ممكن مثلا نقول وان قلتم بقدم العالم مثلا او بتعدد الاكوان، قدم العالم تعدد الاكوان، اما ان تقولوا بالتسلسل السببي او ان تقولوا بالتسلسل الافتقاري؟ يعني ممكن واحد يقول الكون هذا معتمد على كون آخر إلى ما لا بداية، فالتسلسل هو نفسه، فهي نفس المشكلة. هو نفسه هو التسلسل، يعني مثل ما يشرح ابن تيمية التسلسل ثلاث أنواع، في تسلسل في العلل وتسلسل ممتنع باطل، تسلسل في الفاعلين، تسلسل في الأسباب، هذه كلها في تسلسل واجب وتسلسل في أفعال الله عز وجل، تسلسل جاد، تسلسل حوادث، ما نبي ندخل في الموال هذا. بالنسبة لي المفترض يعني في مناقشة من يقع في هذا المطب اللي هو تنكر لمبدأ السببية أو تصور إمكانية وجود حادث بغير سبب، أيا كان هذا الأمر، اللي هو محاولة في كوانتم ميكانيكس مثلا، أي الضروري أن يعني يحاول أن يثبت مع المبادئ العقلية الضرورية، وأن يبين له أن ترى إذا اخترت أن تدخل في حيز السفسطة ترى لابد أن تلتزم باللوازم المترتبة على اختيار السفسطة. ولذا لما ناقش بعض الشباب اللي يقعون في هذا المطب أقول لهم يا جماعة، يعني أنا ما عندي إشكال في الموقف الشخصي أن تتبنى مثل هذه الخيارات السفسطائية، وهي للأسف الشديد في الحياة المعاصرة اليوم يبدو لي أنها بدأت تروج بشكل أكبر ولها مسببات ممكن نصل إليها. لكن أقول لا يصلح أنك تتحدث معي متنكر المبدأ السببية مثلا كمادة جدلية تقعد تناقشني وتجادلني وتعترض على الإرادات والاعتراضات اللي قاعد أقدمها إليك، ثم إذا نزلت إلى الشارع وعشت حياتك عشت مؤمنا تمام الإيمان بالمبدأ السببية، تشوف سيارة جاي في منتصف الطريق لا تقول أنه محتمل يترتب الأثر، لا عندك يقين. اليقين هذا ناشئ عن معطى فطري قائم في نفسك تدركه ضرورة من نفسك أنت لا تتقبل. ولذا لما يقرأ الإنسان مثلا في الكتابة التراثية الشرعية الإسلامية مثلا في التاريخ كيف كان يتم التصدي للسفسطائية اللي محاولة التذكير وفق أي أدوات ووسائل شرعية وغير شرعية بوجود هذا المكون الفطري. يعني مثل المواقف العجيبة اللي درست في التاريخ، قصة جرت بين أحد السفسطائية في حضرة المأمون الخليفة العباس المشهور، ومصفصد قال يعني للمأمون أستطيع أن أبرهن الإنسان أنه موجود وأنه معدوم وأستطيع أن أحكي شيء، يعني بدأ يدخل في لجنة صفصطة معينة. الصفصطة هي السوفيزم، هي السوفيزم اللي هو يعني التنكر للحقائق الموضوعية، تنكر البديهيات العقلية. فقال المأمون قم يا ثمامة، اللي كان أحد رؤوس المعتزلة الأكابر اسمه ثمامة بالأشرس، قم فناظره.
فمباشرة قام ثمام مجلسه فقام إلى ذلك الصفصاي وأعطاه كما يقال باللغة العربية كف، أعطاه يعني صفعه في وجهه. فالتفت الصفصاي إلى المأموم وقال يا أمير المؤمنين يفعل هذا بحضرتك؟ فالتفت له ثمام قال وما فعلت لك؟ ولعلي قد دهنتك باللبان، يعني إذا كان متنكل الحقائق الموضوعية الموجودة في الخارج فترى احتمال ما أعطيتك صفعة، احتمال بالعكس يعني طيبتك بأمر معين. ثم ارتجل أبياتا في غاية الطرافة، ولعل آدم أمنا، ولعل يعني ذكر أبيات طريفة جدا في مجرد تقليب يعني بالنسبة للحقيقة ما هي لوازم أثار مترتبة عن هذه القضية. في أحد الحوارات الطريفة اللي جرت بين أحد النصارى المناظرين الملاحدة، عنده كتب معروفة فرانك تورك، عنده كتاب اسمه I don't have enough faith to become an atheist، عندي إيمان كافي لأكون ملحدا. والعبارة هذه عبارة جميلة جدا ومعبرة بشكل كبير عن الحالة الإلحادية، لها ظروف ملابسات. عنده كتاب آخر من Stealing from God. جرى بينه وبين أحد الملاحدة حوار حول ما يتعلق بمبادئ العقلية ضرورية، فيسأل فرانك تورك الطرف الملحد، يقول له هل تؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية؟ فقال الملحد لا، أنا لا أؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية. قال له جميل جدا، إذا أنت تؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية؟ فقال الملحد لا، أنا قلت لك لا أؤمن بوجود مبادئ عقلية ضرورية. فقال له لا، فهمت عليك، أنا سمعتك تماما، أنت تقول أنا أؤمن بمبادئ عقلية ضرورية. قال لا، كيف تفهم؟ أنا كررت مرارا وتكرارا أنك أني لا أؤمن بمبادئ عقلية ضرورية. فقال فرانك تورك لا، أنت تؤمن بها لأنك تؤمن بمبدأ عدم التناقض، تؤمن بأنه يستحيل أن تكون مؤمنا ولا مؤمنا بمبدأ عقلية ضرورية في نفس الوقت. ولذا لما تقول أنا لا أؤمن وأقول لك لا أنت تؤمن، تتحيز إلى أحد الطرفين معادل دون الطرف الآخر. فأنت في حقيقة الأمر في ضوء فطرتك السليمة تؤمن بها وإن تنكرت بلسانك. فهو يعني بالنسبة لي الضروري بيان ما هي اللوازم الكارثية المترتبة على تبني الخيار الصفصاي، هذا رقم واحد، ومحاولة تذكير الطرف الآخر بهذا المكون الفطري دون الدخول في متاهة اللجلجة في محاولة البرهنة والتدليل على مبدأ سببية العامة مثلا، لأن هي جزء من نظرية المعرفة ما يتعلق بهذا الإطار. أن العلوم الإنسانية البشرية تنقسم إلى قسمين، عند العلوم تسميها علوم نظرية وعند العلوم ضرورية. العلوم النظرية هي العلوم المفتقرة إلى نظر واستدلال، يعني بمعنى لما أخبرك بمعلومة معينة تقول لي ما الدليل، ما الحجة، فأنا مطالب أن أقدم حجة إذا كان هذه المسألة من قبيل العلوم النظرية. لكن العلوم النظرية هذه برهنتها وتدليلها إما أن تكون علوم نظرية أو تكون علوم ضرورية. كانت علوم نظرية بيجي نفس السؤال كحالة الطفل، أي أب أو أم رزقوا بأطفال يدركون أن أحد المكونات الفطرية الموجودة عند الأطفال أن يشوف قضية معينة فيسألك يقول لك إيش سبب القضية الفلانية، فتقول لا سببها كذا وكذا كذا، فيقول الطفل بفطرتي بعفويتي بتلقائيتي ببراءتي يقول لك ليش. فأحيانا يكون عندك سعة بال فتقول لا والله لأن كذا. تقول طيب ليش؟ تقول لي لأن كذا. ليش؟ لأن كذا. يدرك الإنسان بعدها أن ترى يحتاج الإنسان أن يتوقف عند نقطة معينة، أن في ضروريات معينة لا يستطيع الإنسان أن يبرهن عليها، هي القاعدة اللي تقوم عليها العملية الاستدلالية، العملية البرهانية، ليست موضعا للاستدلال لها وإنما هي موضع الاستدلال بها، اللي هي العلوم الضرورية. العلوم الضرورية إذا تنازل الإنسان عن العلوم الضرورية، مبدأ السبب العام مثلا، عدم التناقض، المرفوع الثالث، مبدأ الهوية، غيرها من مبادئ عقلية ضرورية، إذا تنازل عنها الإنسان فالدعوة التي أقيمها وما لا أقيمها أنا عامة العقلاء، عامة العقلاء، أن لا يستطيع الإنسان أن يبرهن ويدلل على أي قضية ما، خلاص ينهار المنظومة المعرفية برمتها. هذه مشكلة حقيقية يحتاج أن يدركها الطرف المقابل، وأنا أزعم أنه لا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش في هذه الحياة الدنيا لا يؤمن بمبادئ عقلية ضرورية. ولذا وجدت أن عبارة برنتون راسل بالمناسبة إن كان يتحدث عن مبادئ عقلية ضرورية أنه لابد أن نتعامل مع تعامل براغماتي، لأنه لا يمضي الوجود إلا في ظل التعامل النفعي معها. وأن كل يعني خلينا نقول أنماط الصفصطة والشرعنة لها اللي قدمها ديفيد هيوم فيما يتعلق بالسببية أو غيرها يعني مناقشة ومردودة عليها. وأهم ما يعول عليه في الرد عليها التأكيد ببيان ضرورياتها وما هي الأثار واللوازم المترتبة على تنكر لها. طيب شيخ، قد يؤمن شخص بوجود الصانع، يقول طيب آمنت بوجود الصانع وآمنت أنه واحد، كيف تثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أن القرآن كلام الله؟ جميل. طبعا هذه يعني ما بيقول هي قضيتين منفصلتين، يعني بينهما لون من أنواع التقاطع. يعني مثلا
لما نتكلم عن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ذكرنا أن كلما كانت البشرية أحوج إلى قضية ما فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يقيم له من الدلائل المتكاثر فيما يتعلق بها. يعني جزء مما يتعلق بتصوري وتصور أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ بعض الطوائف الكلامية في حصر دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في دليل معين كدليل المعجز دليل خارق العادة. دليل المعجزة بمعنى خوارق العادات التي جرت على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها أمارات ودلائل وحجج تدل على صدق بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبيعة الحجة أني أنا رسول الله، والبرهن والتدليل على كوني نبي من عند الله عز وجل تصديق الله سبحانه وتعالى لي، فتقع الخارق العادة كالمصدق العملي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني ويذكرون طبعا يعني تفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة، أن يعني الله عز وجل هو الذي وضع نظام الكون وهو القادر وحده سبحانه وتعالى على خرقه، وبالتالي يعني إذا خرقت العادة مع دعوة النبوة فيدل ذلك على تصديق الله عز وجل له، يعني إرسال إشارة تقوم مقام المقال والحديث فيها، فهو دليل صحيح من حيث هو، لكن من الخطأ قصر الدلالة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا المجال وحده. ولذا من أعظم المعجزات اللي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أعظم الدلائل الدالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالقرآن الكريم، هذا المجال، هذا يعني قضية بنبه عليها. وكذلك طبيعة السيرة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يوجد إنسان سيرته العملية ذكرت على وجه التفصيل بعظمتها بجلالها بجمالها كسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعض من عاش النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر إلى وجهه، قال أما إن وجهك ليس بوجه كاذب. يعني يدرك من يدرك، يعني من يدرك تاريخ الإنسان تاريخ البشر ينظر في نفسه هو يدرك إن 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 من المستحيل إن إنسان عاش 40 سنة صادقا في قومه، يعني علانية وفي داخل بيته وما رصد عليه كذب قط، ثم بعد 40 سنة يعني كما عبر أحد الصحابة يذر الكذب على الخلق ثم بعد 40 سنة يكذب على الله سبحانه وتعالى. ولذا من أجمل المعايير اللي ذكرها الإمام ابن تيمية رحمة الله تبارك وتعالى في عدد من كتب الجواب الصحيح في شرح الأصفهاني وغيره من كتب في تقرير موضوع النبوة، النبوات يناقش فيه ما يتعلق بقضية المعجزة والمتكلمين كذا بشكل أكبر ما يتعلق بتثبيت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أظن أوسع موردين على قلتهما ليس يعني موضوعا كبيرا في شرح الأصفهاني وفي الجواب الصحيح للإمام ابن تيمية. فأحد القضايا الجميلة والعبارة الشعراتية الجميلة قال يعني من المعاني المركوزة في فطر الناس أنهم يستطيعون التفريق بين الصادق والكاذب. يعني الناس بمقدورهم عندهم من المعرفة والإدراك ما يستطيعون أن يميزوا به بين الصادق وبين الكاذب. فينبه ابن تيمية يقول مدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، لأن اللي يقوم هذا المقام ويدعي أنه نبي من عند الله تبارك وتعالى لا يخلو حاله من أحد حالتين الحالتين، إما أن يكون صادقا جدا 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 أو يكون كاذبا جدا جدا جدا. فإذا كان في مقدور عامة الناس أن يفرقوا بين ما كان صادقا وكاذبا فلن يكون في مقدور أن يفرقوا بين ما كان أصدق الصادقين وأكذب الكاذبين، الفرق بينهم يصير أوضح وأبين. وبالتالي كل المعايير يعني في النهاية النبوة هي من جنس الأخبار، النبي جايك بخبر معين، هذا الخبر يستطيع الإنسان أن يقيم صاحبه في ظل أي معيار يستطيع من خلاله أن يدرك صدقه من كذبه. وبالتالي عندنا السيرة العملية متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعظمتها، ما يتعلق بطبيعة الوحي بطبيعة الخبر اللي آت به النبي صلى الله عليه وسلم، بطبيعة العلماء يتكلمون عن طبيعة السنن اللي جعلها الله عز وجل في الكون وجعلها فيما يتعلق بأحوال من كان كذلك من الأنبياء وغيرهم من قضية نصرتهم ظهور أمرهم ظهور دعوتهم، مثل الحديث الجميل اللي ذكر الإمام البخاري في المحاورة المناقشة اللي دارت بين هرقل عظيم الروم بين أبو سفيان في أحوال وسنة الله عز وجل مع الأنبياء والرسل ما يتعلق بقضية خوارق العادات والمعجزات. ففي عدة كتب يعني فيما يتعلق بدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق ببراهين النبوة، من الكتابات اللي أعتقد أنها كتابات ثقافية شعبية ممتازة يعني على حجمها كبير لكنها مفيدة ونافعة لمن كان مهتم بهذا الملف، كتاب كبير للدكتور سامي عامري اسمه براهين النبوة، براهين النبوة. في عدد من الكتابات التراثية بالذات على يد يعني بعض علماء المعتزلة مثلا القاضي عبد الجبار تثبيت دلائل النبوة، كتاب كذلك جميل الكتاب التراثية، أبو الحسن الهاروني الزيدي له كتاب لطيف اسمه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الكتب الحديثية ملأ الإمام البيهقي عليه رحمة الله وكثير الكتب يعني ما نجلس الرسال. في خصوص ما يتعلق بقضية البرهن والتدليل على أن القرآن هو من عند الله سبحانه وتعالى،
في فرع معرفي كبير فيما يتعلق في علوم القرآن الكريم ما يتعلق بإعجاز القرآن الكريم، وهو يعني المجال المعرفي الذي تولى كبر ما يتعلق بهذه المسألة. اختصار الوقت من الكتب التي أحيل إليها، وهي من أمتع الكتب التي طالعتها فيما يتعلق بهذا الشأن، بل هذا الكتاب يعني يمثل يعني بالنسبة لي ندامة كبرى في عالم القراءة على المستوى الشخصي، لأن تأخر قراءتي لهذا الكتاب كثيرا. ولما قرأته يعني بعد سنوات من وجوده على رف مكتبتي سنوات، لما يوم الأيام يعني كنت مع الشيخ سلطان العميري فأثنى كثيرا على هذا الكتاب، فقلت لا ضروري أطلع على هذا الكتاب، فأخذت الكتاب وبدأت أقرأ. حاليا قرأت الكتاب 8 مرات تقريبا. سبحان الله. أيوة، والكتاب كتاب من أجمل وأمتع وأنفس ما كتب. طيب في كل واحد هيحمل هذا الكتاب. أيوة. هذا الكلام. لكن نجعله كذا عالم استفهام، نجعله لغة. كتاب اللي هو الشيخ محمد عبد الله دراز اللي هو النبأ العظيم. كتاب النبأ العظيم. النبأ العظيم صراحة من على حجم الكتاب يعتبر من أمتع ما أقول في هذا الكتاب. والكتاب هذا برهنة وتدليل حقيقي عملي بالنسبة إلي لعبارة كم ترك الأول الآخر، يعني بمعنى أن هنالك شيء يستطيع الآخر أن يأتي به مما لم يبني بنيانه على هذا النحو هذه الطريقة بعض الأوائل. فالكتاب الحقيقة كتاب جميل جدا وكتاب ممتاز جدا، وكتاب يعني يفصل فيه ما هي الاحتمالات الممكنة عبر صبر وتقسيم في طبيعتي المتحدث بهذا الكلام. القرآن الكريم، هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به من عندياتي؟ هل هو من تلقين بشر؟ هل هو من تلقين الجن؟ يجيب كل الاحتمالات الفرضيات الممكنة ليصمد في النهاية على أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وهذه كذلك بعض البراهين المعضدة لهذه الحقيقة. فالحوار هنا قد يصعب الإنسان يلملم ما يتعلق ببراهين النبوة ويتعلق بقضية إعجاز النص القرآني، لكن على الأقل يعني نكتفي بالإشارة إلى بعض المرجعات والكتب اللي ذكرناها قبل قليل اللي فيها بالله عز وجل ما ينفع ويفيد ويمتع، وهذا أحد الجوانب الجميلة فيما يتعلق بهذه المباحث. يعني أنا ما أخفيك على المستوى الشخصي ما يتعلق مثلا بدلالة الإتقان على وجود الله سبحانه وتعالى هو يمثل عندي رافد من روافد الإيمان. مجالات الجمال والإمتاع. ما يتعلق بالبرهن والتدليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني من أعظم الموارد المتعلقة بالبرهن والتدليل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمتع السيرة الحياتية البشرية، بل لا يوجد سيرة توازيها لا من جهة الكم والكيفية بمعنى التفصيل. يعني لا يوجد إنسان وجد في التاريخ الماضي أو الحاضر أو حتى أظن أتوهم مستقبلي رصدت حركاته وسكناته كما رصدت حركاته وسكنات النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ثم يسكت هنيها يرصدون. سبحان الله. يعني ما أريد استرسال في ذكر كيف كان الصحابة حريصين على تلقي الدقائق ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعندنا حياة مكشوفة بشكل كبير جدا. إحنا بحمد الله عز وجل يعني جزء لا بأس من حياتنا مستورة بستر الله عز وجل علينا. حياة النبي صلى الله عليه وسلم في الشارع يعني وفي المجتمع يشاهدون في البيت. متزوج النبي صلى الله عليه وسلم ليس من امرأة واحدة ولا امرأتين ولا ثلاثة ولا أربعة، متزوج من أكثر من امرأة. حياته كانت مكشوفة في الداخل ومكشوفة في الخارج، ومع ذلك ما رصد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني خطيئة أخلاقية، ما رصد عليه كذبة صلى الله عليه وآله وسلم. فيعني سيرته جميلة وسيرته ممتعة، والكتب المؤلفة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني متعددة وكثيرة جدا. فهو من جهة معينة رافض من رافض الإيمان، من جهة معينة قضية ممتعة وجميلة جدا، من مجال معين قضية معرفية مهم يعني تحصيلها. فيعني وصيتي ونصيحتي أن يعطي الإنسان المسلم هذا المبحث يعني جزء ما يستحقه ويحفل به، وإلا زي ما ذكرت يعني أنا لا أريد استرسال، وإلا المجالات يعني مثلا خذ قضية القرآن الكريم، وضع كتاب من مجلدين في الاستدلال على إعجاز النص القرآني وكون من عند الله عز وجل بأعجمي القرآن، بمعنى الأعلام الأعجمية اللي ورد في القرآن الكريم ترى لها حكاية وقصة عجيبة وطويلة جدا. يعني كيف تم انتقاء الجرس والأداء الصوتي لكل اسم من الأعلام الأعجمية في مجلدين، كتاب جميل جدا. يعني مثلا الدكتور سامي عامر في براهين النبوة مثلا كأموذج استدلال معين على تصديق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، اللي هو عقد المقارنات بين الكتاب المقدس يعني بمختلف كتبه والقرآن الكريم. ويعني بضرب مثال مثلا ما حكى الكتاب المقدس ما يتعلق بقصة يوسف عليه الصلاة والسلام، يعقد المقارنة بين تفاصيل القصة المسرودة في الكتاب المقدس مقارنة بالقرآن الكريم، ونتجد أن القصتين متطابقتين في هذا الجزئية وهذا الجزئية، هذا الجزئية هذا الجزئية، ثم يقع جزئية في الكتاب المقدس يتم القفز عليها في القرآن الكريم لا يذكر في القرآن الكريم. مثلا يقول لك وتأتي ريح الشمال، يعني قصة معينة
في رؤية الملك. فلماذا قفز النص القرآني على ذكر هذا؟ يقول لك أن علماء النص المقدس وكذا أثبتوا أن هذا النص مقحم في الكتاب المقدس. إيه فيطرح السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم قبل 400 سنة لا يتوهم الإنسان ويتصور أنه صاحب مكتبة كبيرة، كان أميا، كان في مكة في مجتمع عربي يعني بعيد عما يتعلق بهذه المعارف والعلوم. لما تدعى هذه الدعوة أن ترى عامة القصص والحكاية والأخبار اللي نقلت في القرآن الكريم هي منقولة من الكتاب المقدس، طيب إن كانت الأمر منقولة وإحنا مدركين بالضرورة العقلية من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر هذا لم يكن، فلماذا لما ذكر التفاصيل هذه تم تجاوز هذا التفصيل اللي أثبت علميا أن, 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 أن تفصيله خطأ دخلت في هذا النص القرآني؟ فمثلا هذه أحد الجوانب المبتكرة أو المبدعة أو للبرهة، مثل ذكر فرعون في الكتاب نفس الشيء ذكر الدكتور سامي في براهين النبوة، ذكر ما يتعلق بهذه القضية على سبيل المثال، يعني بعض الجوانب التاريخية. فهو مجال بحثي لا زال في مجال، يعني لا زال في مجال المعالجة والتقديم فيه يعني. في طرحك لكثير من الحجج استخدمت ما ممكن نقول عليه يعني أسلوب منطقي، خصوصا في الحجج الكلامية. فماذا تقول الشريعة عن استخدام المنطق أو الكلام والفلسفة في الاحتجاج على الغير المسلم مثلا؟ طيب عندنا يعني أضف في منطقتين، يعني مثلا في منطقة الأولى ما يتعلق بماهية الفلسفة، ماهية المنطق، هو الإشكالية أظنها جزء منها أو جزء لا بأس بها من مشكلة اصطلاحية. يعني بأخذ مثلا هذه الطريفة، في كتاب جميل للطيب أبو عزة له سلسلة صادرة عن مركز رماة في قضية تاريخ الفلسفة. الجزء الأول أو القطعة الأولى من هذا الكتاب كتاب جميل اسمه دلالة الفلسفة وسؤال النشأة. النصف الأول من الكتاب يعالج سؤال دلالة الفلسفة، يعني ما هو مدلول كلمة الفلسفة. والشق الثاني سؤال النشأة، كيف نشأت الفلسفة. يعني يعالج فيها قضية مركزية الفلسفة الغربية، ولا لا أن الفلسفة الغربية والفلسفة اليونانية الإغريقية هي مجرد حلقة في تاريخ تفلسف يعني إنساني بشري. في نظريتين، في نظرية المركزية الغربية وفي نظرية لا أن ترى في كانت فلسفة في الهند وفي الفرس وفي مصر، وأن هي مجرد مؤثرة ومتأثرة بفلسفات الماضية. هذا النصف الثاني ما يهمنا الحين. دلالات الفلسفة ذكر يمكن 6 اتجاهات في تعريف كلمة الفلسفة. والطريف الموضوع هو ختم مبحث ما يتعلق بدلالة الفلسفة بضرورة الانتقال من سؤال ما هي الفلسفة إلى جواب هذه الفلسفة، يعني كأنه يسجل اعترافا بوعورة وصعوبة وضع اليد على تعريف الفلسفة أصلا، وبالتالي ما له داعي نشغل نفسنا كثيرا بتطلب تعريفي جواب لسؤال ما هي الفلسفة، يكفي أن نمارس فعل التفلسف ونقول ترى هذه هي الفلسفة. زين، هذا مثلا أحد الخيارات اللي اختارها. وأن الفلسفة لما يقيمها الإنسان هي من جنس الإشكالية اللي تعصف بالمهتمين بصنع التعريفية للثقافة، للمعرفة، للفكر، للعلم. يعني العلم مثلا أظن الجويني أو غيره من الأئمة ذكر أنه عرف العلم بأكثر من 10,000 تعريف. بعض العلماء ينص على استحالة وضع تعريف للعلم. يعني مثلا المشهور داخل مدونة الكلامية أن العلم هو اعتقاد الذهن الجاهز المطابق للواقع الناشئ عن دليل. بعضهم مثلا يخطئ هذا، وبعضهم يقول ان العلم يعني تصوره اظهر مما يتطلب في تعريفه، بالتالي مستحيل ان يوضع تعريف له. بغض النظر عن تفاصيل فالفلسفه هذا جزء من اشكاليته. فنحن امام اشكاليه تعريفيه متعلقه بالفلسفه، متعلقه بالمنطق وغير المعطيات. يعني مثلا في عباره نقلها الامام البيهقي رحمه الله عليه، عباره يعني انا بذكرها لفائده منها لكن لست مسلما لصحتها، ان نقل عن احمد بن حنبل ان قال ان الشافعي فيلسوف في 4 علوم وذكرها. يعني أنا عندي إشكالية أن ما صعب أتصور أن أحمد يقول أن الشافعي فيلسوف في 4 علوم، لكن نقل البيهقي له وتوارد بعض أهل العلم على تتابعهم عن نقلها يعطيني إيحاء أن هنالك معنى من التفلسفي ليس مستشكلا عندهم. جيد. ولذا خذ مثال، أنا أزعم وكثير من الدارسين المهتمين مثلا بأحمد حامد الغزالي أنه باعتبار ما تستطيع أن تعده فيلسوفا، لأن مارس فعل التفلسف ابن تيمية تستطيع أن تعده فيلسوفا في ظل كتابه درء تعارض العقل والنقل بين تلبس الجهمية وغيرها من المطورات العقدية مثلا. ومع ذلك فأبو حامد الغزالي هو حامل لواء حرب الفلاسفة في تحفظ الفلاسفة. طيب فمعناته عندما يقول الفلاسفة تقول مثلا في كتابه تحفظ الفلاسفة، هل يعني ابن سينا بذلك؟ أيوه طبعا، هو الأصالة متوجه معركته إلى ابن سينا. يعني هو أحد الرموز الكبرى المؤثرة داخل تاريخ الفلسفة العربية. بس القصد الحين ان المصطلح الذي رعاه ابو حامد الغزالي في نقد الفلسفه ليس بالضروره هو ذات المصطلح
اللي معبر عنه في سياقات أخرى. وبالتالي لما يقال هل أنت مع الفلسفة أو ضد الفلسفة، أحتاج منك يعني أن تحدد لي تماما ما الذي تقصد بالفلسفة. مثلا إذا قال إنسان مثلا الفلسفة اللي أقصده هو إعمال العقل في المغيبات بعيدة عن هدى الوحي، يقول لك لا أنا عندي إشكالية في هذا التعريف. هو اللي خلق إشكالية عند الفلاسفة المدرون. يعني مثلا ولحظ ليؤكد هذا المدرون، يعني في قضية عدم إطلاق القول بنقد المشروع الفلسفي جملة تفصيلا، يعني خذ النموذجين أبو حامد الغزالي والإمام ابن تيمية، هم يقسمون منطقة الفعل الفلسفي أو المنتج الفلسفي ثلاث مناطق أساسية. يقول مثلا ابن تيمية يقول لك أن ترى يشتغل الفلاسفة في الرياضيات وعامة ولا يكاد يخطئون فيه، لما يتكلم الفلاسفة في الرياضيات لا يكاد يخطئون فيه، ويتكلمون في الطبيعيات، يعني في العلوم المتعلقة بالطبيعيات الفيزياء الكيمياء، يعني هذا بمصطلحاتنا الدارجة لكن قديما ما يتعلق بالطبيعة. فيقول يعني وغالبه جيد يعني، وقد يصيبون ويخطئون، ويتكلم في الإلهية فلا يكاد يصيبون غالبا. أبو حامد الغزالي نفس الشيء له تعريف يعني رباعي دخل فيها قضية المنطق، مقاصد الشريعة، مقاصد الفلسفة في التهافت، في تهافت الفلسفة، تهافت يعني دخل قضية المنطق وقال لك المنطق الرياضيات كذا كذا، ويحرر وين منطقة الإشكال. ولذا أبو حامد مثلا يقول لك ترى أساسا نحقق الموقف من إشكالية الفلسفة، ترى في بعض الممارسة الفلسفية عائدة للاختلاف الاصطلاحي فقط، لما يقولوا الله واجب الوجود وكذا، يقول هذه لجزة ماشي عندنا انتقادات وإشكال لكنها في الإجراء الاصطلاحي، وفي مجال معين لا يصح حتى يطرح، لا يصح نقد الفلاسفة فيه، وأن نقدهم في هذا المجال قد يحمل على طالع على الدين والشريعة بدعوى نقد ما أتوا به من حق في العلم الرياضية مثال، أو أتوا به من حق ما يتعلق في العلم الطبيعية، توهم المعارضة بين الشريعة وبين هكذا. قال ابن تيمية في رد على المنطقيين، وابن تيمية ذكر هذا. مثلا المجال الثالث مثلا اللي هو قضية الكلام في الإلهيات، هي اللي خلقت الإشكالية، قضية قدم العالم، قضية علم الله سبحانه وتعالى بالكليات دون الجزئيات، الإشكاليات هذه. فتلاحظ الحين ميزة المقاربة ابن تيمية وحمد الغزالي، المقاربة تفكيكية ليست مقاربة يعني صفرية أبيض وأسود نقبل أو نرفض. طيب بعيدا عن اللجنة الاصطلاحية خلنا نجري الحقائق الأشياء، هل من المقامات المشروعة في نصرة المعتقدات الحقة إقامة الأدلة العقلية عليها؟ خلنا نتجرد من المصطلحات هذه. الدعوة التي أعتقدها وأتدين بها نعم، أن من المقامات المشروعة الاستدلال بالدلالات العقلية على الباحث الأصول العقدية، وأن الذي يؤكد صحة هذا المسلك أن هذا مسلك قد اتخذ في الكتاب وفي السنة. يعني من قصة إبراهيم مثلا كثير، يعني كثير على جملة من الحقائق. احنا ذكرنا مثلا وجود الله عز وجل، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لما استدل على وحدانية الله عز وجل في الألوهية تجد أنه تقام أدلة، يعني ما يعبر عنه في اللسان التفسيري ضرب الأمثال أو الأمثال القرآنية، ترى الأمثال القرآنية هي أقيسة عقلية، هي أقيسة عقلية، يضرب لك الله عز وجل مثل فتقارب هذا المثل بقدراتك العقلية لتصل النتيجة، ما يتعلق البعث بعد الموت. يعني المظلة المشتملة على قضية البرهن والتدريب على البعث بعد الموت هي الإقرار بقدرة الله سبحانه وتعالى، فإذا كان الله كامل القدرة فمعناته يستطيع أن يفعل ذلك. فيقيم الله عز وجل أنماط للبشر، أن ترى يحيي الأرض بعد موتها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا كان الله قادر على خلق ما هو أعظم الإنسان يشيء يمنع أن يخلق، الاستدلال بالخلق بالنشأة الأولى أن اللي خلقك ابتداء يستطيع، هذه كلها أدلة عقلية ليست أدلة سمعية، ليست أدلة خبرية. ولذا من التصحيحات اللي مارسها الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه لما يقول أن من الأخطاء اللي يقع فيها بعض توهم أن الأدلة الشرعية يقابلها الأدلة العقلية. يقول ابن تيمية ترى الدليل العقلي ليس قسيما للدليل الشرعي، الدليل العقلي قسم من أقسام الدليل الشرعي. يعني عند الدليل الشرعي ينقسم إلى دليل سمعي خبري ودليل عقلي من درجة تحتها. أيوه. وبالتالي هل عندنا أدلة عقلية شرعية؟ نعم، يقول ابن تيمية نعم. وسعى للتدليل هذه الحقيقة في كتاب درء تعارض العقل والنقل، ولذا ساق في درء تعارض فصل يعني لسرد تمثيلات متعددة فيما يتعلق بالدلالات العقلية. الإمام القيم في صواعق المرسلة نفسه عقد فصل مطولا بمحاولة تتبع وملاحقة ما يتعلق بالأدلة العقلية في رسالة علمية ممتعة جدا للدكتور سعيد العريف اسمها الأدلة العقلية النقلية. سبحان الله. يعني فيها شق نظري تأصيلي لما يتعلق بأهمية إقامة الاحتجاج العقلي على مختلف المباحث العقدية، ثم مسرد مطول فيما يتعلق بالدلالات العقلية الواردة في القرآن الكريم. وليؤكد طبعا أهميتها أن في مقامات الحجاج، مقامات المناظرة، إنما يصح الاستدلال على المخالف في ضوء الأرضية المشتركة الموجودة بيني وبينه. يعني إذا كنت أناقش إنسانا غير مسلم
فليس من المقبول أو المعقول أن أستدل بالدلالات الخبرية السمعية الموجودة في الوحي. يصح لي أن أستدل بالدلالة العقلية المضمنة، يعني أنا لا أستدل على المخالف مثلا في قضية الإلحاد المنكر وجود الله سبحانه وتعالى بأن الله عز وجل قد قال أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، لأن الله قال، لا، أنا أستدل بمضمون هذا الدليل العقلي الموجود على النص القرآن، يصح لي استدلال. فالأرضية المشتركة الموجودة بيننا وبين من كان خارج دائرة أهل الإسلام سيكون مثلا بالأدلة العقلية، من كان داخل الدائرة الإسلامية ستفتش إذا كان مثلا منتسب لطائفة من طوائف أهل السنة بالمفهوم العام، فبيكون سعة مثلا القرآن تشتمل علينا وكذلك السنة النبوية. لما ينتقل الإنسان مثلا مناقش الشيعة، لا، بتضمر عنده مساحة الأدلة بحسب الأرضية المشتركة الموجودة الحجاجية. فهذا طبعا أحد الجوانب المعززة المؤكدة على ضرورة، يعني بعيدا عن المناقش التفصيلي في قضية الفلسفة وقضية المنطق وكذا، الحيز المحتاج إليه في إقامة الأدلة على دلالة عقلية على الأصول الدينية موجود في الأدلة العقلية. عديد القضية مثلا ابن تيمية رد على المنطق على سبيل المثال، عنده كتاب المشهور الرد على المنطقية. ابن تيمية بس عنده إشكالية مع بعض التفاصيل المتعلقة بالمنطق الأرسطي. هل هو ضد المنطق؟ يعني هذا لاحظ هذا الحين يعني خلنا بالإنجليزي إذا ابن تيمية against logic لما تقولها بالطريقة هذه بشعة، يعني بشعة، يعني كأنها ضد العقل، كأنها تعطي هذا الإيحاء. إذا ابن تيمية قطعا لا، يعني هو أحد رموز العقلانية الكبرى في تاريخ الإسلام. فابن تيمية خصومته مع مدلول خاص لكلمة المنطق. ما هو المنطق؟ المنطق يعني اللي هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ والزلل. هذا ما عنده مشكلة ابن تيمية مع وضع علم يشتمل على هذا المعنى، لكن العلم الذي عبر عنه بهذا المعنى الذي وضعه أرسطو طاليس وانتقل إلى الفضاء العربي عبر يعني مسار تاريخي معين ما نريد الدخول فيه، عنده مشكلة ليس مع كل المفردات الموجودة فيه. يعني حتى ابن تيمية في الرد على المنطقيين يصرح أن بعض ما هو موجود في علم المنطق صحيح، لكن هو جزء من نظرية ابن تيمية أن هذا القدر الصالح الموجود في علم المنطق، يعني بالتعبير اللي استخدمه ابن تيمية، لا ينتفع منه البليد ولا يحتاج إليه الذكي. يعني يرى أن المكون الفطري الموجود عند الإنسان مستغن به عن إدراك هذه التفاصيل اللي من قبيل الحق، وما وراء ذلك في تفاصيل باطلة هو أراد النقض والرد عليها، الرد عليها. مثل مثلا في أول كتاب يتكلم عن الحد، يقول أن الحد هو جمع مانع لا يمكن أن يكون كذلك مثلا، هو كأنه يتكلم عن حدود المنطق. إيه، يعني هو العلم المنطق لما هي مبنية على قضيتين أساسيتين، قضية الحدود، قضية اللي يسمونها التصورات والتصديقيات. التصورات عبارة عن المفردة الذهنية مجردة، يعني ميكروفون، طاولة، كل واحدة بروحها. التصديقيات لا، الربط بمفردتين ذهنيتين. فلما تقول طاولة قاسية، رحت الحين جمعت بين قضيتين، فهذه العلاقة إما تكون سالبة أو تكون علاقة موجبة. فيجي ابن تيمية يقول الحين لاحظ هذا مجرد هذه القضايا من حيث هي ليست مشكلة ابن تيمية هنا. تجي بعدين عنده مشكلة ابن تيمية فيما يتعلق بالكليات الذهنية وما يتعلق بالمهايا وتحققها في الذهن وتحققها في الخارج، هذه فلسفة معينة. لكن لما يجي الحين المنطق يقول التصور أساس، أستطيع أني أنقل تصورا من عندي إليك من غير أن تعاين ذلك التصور، أنت ما عمره في حياتك شفت مثلا فيل، أو لم تشعر في حياتك بشعور الغضب، أريد الحين أن أنقل إليك مفهوم الغضب من غير أن. فابن تيمية يقول الحد هو المستعمل عند المناطق التعريف أو قول الشارح لا يمكن أن يوصل حقيقة الشيء إلى من كان خليا، لكن مفيد التعريف ابن تيمية يقول في رسم الحد، يعني بمعنى إيش اللي يدخل في الإطار ويخرج عن الإطار، لا مفيد هذا، ليس كلام فلسفي هذا. إيه، هذا كلام فلسفي، هذا الرد على المنطقيين أصلا مشروع فلسفي. فهذا ليش أنا أقول لك لما يقال أو يطلق عبارة أنا وجدتها بعضهم يطلق أن ابن تيمية كان ضد المنطق، يعطيك إيحاء أن ضد العقل وأن مثال للا عقلانية. لا، ترى الأدوات اللي استعملها ابن تيمية في الرد على المنطقيين أدوات شديدة العقلانية وشديدة الحضور. ولذا أكبر أصلا، يعني أنا أزعم أن أكبر مشروع بشري في نقض المنطق والرد على المنطقيين والكشف عن الإشكاليات المتعلقة به هو المشروع اللي قام ابن تيمية، واللي آل إليه كثير من رواد الفلسفة الغربية. صحيح، رواد الفلسفة الغربية مثل كانت، مانيول كانت، كثير Critique كثير of pure reason، يعني كأنك كتابه هو يعني نفس ال، يعني مثلا عندك قبل مثلا فرانسيس بيكون على سبيل المثال اللي هو ما يعبر عنه برائد المنهج العلمي. في عدة مقالات وعدة أبحاث، في مقال الشيخ عايز الدوسري ممتازة وجميلة جدا في البرهنة والتدليل على تأثر فرانسيس بيكون بالنظريات اللي أقامها، وأن جزء من المشروع اللي أقامها ابن تيمية في الرد على المنطقيين ونقضه إقامة يعني المدخل والمجال والتوطئة لنشأة ما يتعلق بمنهج التجريبي على سبيل المثال.
فهذا يعني أعتقد هذه يعني قضية ملاحظتها وإدراكها في غاية الأهمية صحيح. وخلاصة يعني ما يهم على الأقل مستوى الشخصي ما يتعلق بالرسالة المتعلقة بها اللي هو قضية أن ليس عندنا خصومة أو إشكالية مع العقل هذه يعني بعيدا عن لجنة المصطلحات المتعلقة بالفلسفة وغيرها، وأنه من المهم الضروري الاستعانة بالأدوات العقلية للبرهن وتدرير الحقائق الشرعية. ولذا جزء من الممارسة النقدية والعتب اللي مارسها ابن تيمية رحمة الله عليه مما لا يدرك كثير من الناس، ابن تيمية عتب على بعض المؤلفين في العقائد من أهل الحديث أن وقع عندهم وهم أن العقليات شيء يتكلم به المتكلمون فنفروهم، فاقتصروا على مربع حكاية المعتقدات بالأسانيد والأخبار والسمعيات، متوهمين ناقدين استثمار الأدوات العقلية في مصنفاتهم العقدية. ابن تيمية يسجل عتبا وانتقادا عن هذه الممارسة، ويرى لا أن الشريعة كما أتت بالأخبار وكما دلت بالسمع على الحقائق العقدية دلت كذلك بالمعقولات على كثير من تلك الحقائق. فيعني أعتقد أن هذه قضية في غاية الأهمية، بل لما يفتش الإنسان في الأسس في القواعد التي يبتني عليها قضية الإيمان، يعني لماذا نؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، ستجد أن أصول المسألة ترجع إلى معطيات تتسم بعقلانية. يعني أنا أزعم مثلا من أكبر الأحوال التاريخية إبهارا عن مستوى الشخصي فيما يتعلق بقضية الإيمان موقف الصديق رضي الله عنه وأرضاه في حادثة الإسراء والمعراج، حادثة مشهورة طويلة جدا. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الكفار بهذه القصة ذهب سرعان من الناس إلى أبي بكر فقالوا أما ترى ما يقول صاحبك، يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. طبعا لابد يستحضر الإنسان أن وقع هذه الكلمات على أبو بكر الصديق وقعت في لحظة زمنية تمثل فيها التقنية، ليست الظروف التقنية المعاصرة، ما عندنا طائرات، يعني هذه قضية مستبعدة جدا وخارج متصور مخيال الإنسان الموجود في ذلك الزمان. ولذا بعض من كان آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لما قرع سمع حادث الإسراء والمعراج كفر وارتد عن الإسلام. طيب كيف كانت ردة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه؟ قال لئن كان قاله لقد صدق. قال لئن كان قاله لقد صدق. طيب ليس هنا المجال العقلاني، هذا الحين الموقف التسليمي الإيماني الجميل جدا. طيب ما الذي احتمل أبو بكر على القيام بهذا الموقف الإيماني؟ قالوا له عجبا لك يا أبو بكر تصدق في مثل هذا؟ أحد يستطيع أن يصدق مثل هذا الخبر؟ عجبا لك تصدق في مثل هذا؟ فقال إني لا أصدق بأعظم من ذلك، أصدق بخبر السماء يأتي في لحظة. يعني أنا الآن يعني بنيت إيماني بهذا الرجل بناء على معطيات عقلانية أوصلتني إلى اعتقاد أن هذا نبي مرسوم من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل يرسل جبريل إليه فيأتيه الوحي في لحظة. فإذا سلمت بتلك المعطيات فما الذي يحتملون على الكفران بهذا المعطى؟ فتلاحظ أن أصلا تأسيس المسلم الإسلامي يقوم على مثل هذه المعطيات العقلانية. فما أتصور أنه يصح للإنسان أن يتنكر لمثل هذه المعطيات العقلانية، بل هي جزء من حزمة الإيمان، ويكفي المسلم أن يدرك بمجرد قراءة القرآن الكريم عدد ما اشتمل عليه نص القرآن من دلائل العقلية. سبحان الله. عندي سؤال شيخ، جاء كثير من الناس يعني متعطشين للتوفيق بين العلم التجريبي والإيمان، فبالنسبة لنظرية داروين هل في بأس في الإيمان بها باستثناء الآدميين؟ جميل. يعني مقاربتي لهذه المسألة وحاولت أشرحها في بعض الملتقيات بعض المناسبات، اللي هو ضرورة الفك والتحليل بين منطقة الإشكال العلمي مع نظرية التطور الدارويني ومنطقة الإشكال الديني. يعني أنا مستفز بشكل أكبر معالج ما يتعلق بالإشكاليات الدينية متعلقة مع النظرية من منطقة الإشكاليات العلمية. يعني بمعنى آخر الجدل المتعلق بالإشكاليات العلمية ترى هو جدل علمي بالنسبة لي ليس موجبا من حيث هو بالضرورة للتفسيق أو التبديع أو التكفير وغير المعطيات. نعم على المستوى الشخصي عندي مشكلات فيما يتعلق بكثير من المقولات المتعلقة بالدارونية على المستوى المعرفي العلمي، لكنها في النهاية هي أراء يعني في إطار العلوم الطبيعية التجريبية لا تخرج عن إطارها. طيب ما هي منطقة الإشكال الديني؟ أنا أظن أن أكبر إشكاليتين متعلقتين بنظرية التطور الدارويني قضيتين، القضية الأكثر خطورة اللي هي العشوائية، يعني ابتناء النموذج الدارويني العشوائية العامية. إيه العشوائية، أن الطبيعة العامية على تعبير ريتشارد دوكنز The Blind Watchmaker. لما ويليام بيلي قال لك أن ترى الكون بالإتقان بالإحكام موجود لابد له من a watchmaker، لابد له من صانع ساعات، فجاء ريتشارد دوكنز قال لك لا، أن ترى الكون بإتقانه بإحكامه لا يحتاج إلى a watchmaker، لأن الطبيعة العمياء The Blind Watchmaker ممكن تخلق لنا هذه القضية. فهذه الإشكالية الأولى، أن مسار يعني مسار التطور الدارويني لا تستطيع أنك أن تتنبأ به. يعني لماذا وجد الإنسان بخمسة أصابع
كان ممكن ستة، هي قضية اعتباطية، هي قضية عشوائية. ماشي، نشأ الصفة في سياق أصلح لبقاء الكائن الحي، فجاء الانتخاب الطبيعي وانتخبه. يعني عملية انتخاب الطبيعي فاهمين أنه إطار ناظم، إطار سلماني قانون. لكن قضية نشأة الصفات الجديدة، الطفرات الوراثية، ليست إطارا قانونيا، فيها مدخلية لقضية العشوائية، فيها مدخلية لقضية الصدفة. فجزء أساسي من مكونات الداروينية في تقييم وتقديري اللي هو ما يتعلق بقضية العشوائية، ما يتعلق بقضية الصدفة، اللي أعتقد به دينيا قضية أن كل شيء خلقه بقدر، يعني إيمانيا في إشكالية ما يتعلق بهذه المساحة. المساحة مشكلة الإشكالية في العشوائية، هذا احد الاشكاليات. ايوه العشوائيه بمعنى ان الطبيعه العمياء هي اللي تنتخب. هذه اشكاليه، وطبعا قناعتي انها تترتب على تبني هذه الرؤيه الداروينيه لوازم مشكله جدا في مجال المعرفه ومجال الاخلاق وغيرها. يعني في مجال المعرفه خلينا بس نختصر الموضوع بعباره داروين نفسه يقول ينتابني شك فظيع لما يعني لما اتامل في الداروينيه ومدى استحقاق عقلي للثقة فيه. يعني إذا كان العقل الإنسان البشري هو مجرد منتج للتطور الدارويني الأعمى، طيب ما الذي يحتمل على التصديق بما يمليه عليه عقل؟ يعني في الأخير العقل في مسارين، يعني إما أن العقل هذا تطور ليوصلنا إلى الإدراك الحقائق الموضوعية الموجودة في الخارج، أو العقل طور من أجل استبقاء حياتنا. طيب إذا كان العقل مطورا لاستبقاء حياتنا في ظل نموذج دارويني، ما هي الضمانة الحقيقية أن العقل يفضي بنا إلى الصواب، إلى الحقيقة؟ محتمل أن العقل يكذب علينا لأن الكذبة هذه أصلح في بقائنا. فداروين يسجل لك اعتراف أنه ترى ينتابني شك فظيع فيما يتعلق بهذه القضية، وأنه يعني في النهاية ما هو مبرر الموضوع للثقة بالعقل إذا كنا متطورين يعني عن أسلاف سابقين. إحنا نعتقد في عقولنا غير مستحقة للثقة، وأن ممكن تتطور البشرية لسياق مختلف. وبعض من الأحد بالمناسبة يصرح بهذا، لورنس كراوس لما يقول لك أن البشرية نشأت في غابات السفانة على سبيل المثال، عساس يعني نشأت عقولنا في غابات السفانة عشان نتفاعل مع هذه البيئة والحياة، وأن لا نستطيع أن نتفهم ما يتعلق بالكوانتم فيزيكس. يعني توهمات التعارض المتعلقة بالكوانتم فيزيكس وما يتعلق بقضية المنطقة والعقل الضروري. فعند المنطقة العشوائية. المنطقة الثانية الإشكالية لما يتعلق بالداروينية، آدم عليه الصلاة والسلام، يعني الذي أعتقده وأدين الله سبحانه وتعالى به، أن ما يتعلق بخبر آدم وأنه خلق مباشرة والله عز وجل أسد له ملائكته وخلق بيده سبحانه وتعالى، وأنه خلق من غير أب وأم، أن هذه حقيقة مستقرة في الوحي القرآني وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني خذ يعني ليس له جد مشترك مع ليس له ليس له أب وأم، وبالتالي ليس له سلف مشترك. يعني مثلا ما يقول الله سبحانه وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب إيش منطق الحجاج الموجودة في هذه الآية؟ عندنا طائفتين، في طائفة طعنوا في المسيح ابن مريم، اليهود، لماذا طعنتم في المسيح ابن مريم؟ قالوا ان تدعي امه ان اتت بهذا الولد من غير اب، هذا موجب للطعن فيه. فقال الله عز وجل ألستم تؤمنون بقدرتي على ان اخلق رجلا من غير اب ولا ام؟ بيقولون اليهود نعم، لان خلقت ادم بلا اب وام، فانا القادر سبحانه وتعالى على ان اخلق انسان من غير اب. يعني ايمان الانسان بادم يقتضي منه أن يكون أكثر إيمانا بإمكان أن تأتي امرأة بولد من غير أب، لأن الأبعد في الذهن اللي هو الخلق المباشر من غير أب وأم، فالخلق من أم أقرب إلى الذهن المعقول. فإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما يصح الطعن في عيسى لأنكم تؤمنون بآدم. أو الطائفة الثانية النصارى الذين ألهوا المسيح، لماذا تؤله المسيح؟ لأنه ولد بولادة معجزة بلا أب. طيب فيقول لهم الله عز وجل في قياس الأولى يقتضي أن تعظموا تؤلهوا آدم، لأنه إذا في ضوء هذا المعيار خلق من غير أب ولا أم، فهو أبلغ في هذا المعنى. طيب إذا قلنا هنا منطقة الإشكال بالنسبة لي، وهذه جزء من خطورة، وما وجدت أحد قدم جوابا فيما يتعلق بهذه الإشكالية ممن يتبنى طروحات التطور الموجه على سبيل المثال أو التطور الإلهي من المتدينين. طيب إذا قلنا أن آدم عليه الصلاة والسلام خلق بأب وأم، كيف يستقيم هذا الحجاج القرآني؟ يعني لما يقول اليهود يا الله كيف تدعي أو كيف يدعي أو تدعي مريم أن أتت بولد بلا زوج، فيقول الله عز وجل لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. المفترض في ظل تبني هذه الرؤية الداروينية يقولون لا يا الله، ترى آدم خلق من أب وأم، فليس في حجة أن استدلال عندنا بآدم. صحيح. آدم هو خلق من أب وأم من جنس خلقي أنا وأنت والبقية. فهذا بس أحد الأدوات، ولا لما يقرأ الإنسان القصة القرآنية المفصلة فيما يتعلق بقصة آدم عليه الصلاة والسلام سيدرك
أنه لا أن 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 مفصل بطريقة يستبعد جدا أن يكون يعني أن تصح مثل هذه النظرية. ولذا يعني لو سوى الإنسان أشبه الاستفتاء العام طيلة التاريخ الإسلامي من 1400 سنة إلى اليوم، ما الذي احتمل عامة المسلمين على اعتقاد أن آدم خلق خلقا يعني مميزا، خلق خلقا مباشرا، خلق بيد الله عز وجل؟ الذي احتملهم في ظني اللي هو الإيمان والتصديق بالنص القرآني. فإذا كان يعني هو منطق إشكال، إذا كان هذه النظرية تتبنى فمعناته النص القرآني قد ظل للعباد فيما يتعلق بهذه الحقيقة العلمية أو التجريبية أو الطبيعية، وهذه منطقة إشكال كبير بالنسبة لي. فهذا ما يتعلق يعني بالإشكالية مع المنظومة الداروينية، أن الإشكالية الأولى ما يتعلق بالعشوائية، الإشكالية الثانية ما يتعلق بقضية آدم عليه الصلاة والسلام. عاد تبقى عندنا قضية فلسفيا بعيدة عن رؤية الدينية الخاصة، يعني أنا لا أم بهاتين القضيتين باعتباري مسلما. طيب هل الداروينية من حيث هي تتعارض مع مبدأ وجود الله سبحانه وتعالى؟ أنا أزعم لا، أن ما يلزم بالضرورة. يعني يعني الإشكالية أن بعض الملاحد يقدم الداروينية كبديل عن وجود الله سبحانه وتعالى. مثل جوش دوكنز بس. أيوة، فإحنا نقول الحين عندنا قضيتين مفصلتين عن القضية. عندنا ما يتعلق بالأديان السماوية ودين الإسلام منها. هل عندها إشكالية مع المنظومة الداروينية؟ أنا أزعم نعم، في المنطقتين العشوائية وآدم عليه الصلاة والسلام. طيب إذا كان السؤال يعني مع ملحد يعني يقدم الداروينية كبديل عن فكرة وجود الله سبحانه وتعالى، فأنا أزعم أن 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 هنالك عدد من المتدينين يؤمنون بهذا ويؤمنون بوجود الله سبحانه وتعالى وفي نفس الوقت يؤمنون بالداروينية. تشارلز داروين نفسه لما ألف كتاب On the Origins of Species by Means of Natural Selection لما ألف كتاب لم يكن ملحدا، لما ألف الكتاب ألحد تاليا بسبب مشكلة الشر، قصة أخرى. طيب وغيره كثير يعني كثير يعني ما بدخل في ذكر الأسماء المتعلقة بها. والسبب يعني أن أولا المنظومة الداروينية إنما هي منظومة مفسرة للعالم البيولوجي، لا تفسر ما يتعلم بالفيزيكس على سبيل المثال، ما يتعلق بالكوزمولوجي الكونيات، لا يقدم لنا تفسيرا مطلقا لكيفية نشأة الحياة، بل يعني نشأة الكون، بل الداروينية لم تقدم لنا تفسيرا لنشأة الحياة، يعني ما هو تجلي الحياة في بذرتها الأولى، هي تقدم بس تنوع الأجناس والأنواع، يعني كيف وقع التطور وتنوعت وتفرعت الأحياء. وليس هنالك مانع في العقل، يعني بعيدا عما ذكرناه في القضية الدينية، أن الله عز وجل قد خلق الأنواع بعضهم بعض عبر سنة ونظام، خلينا نعبر بالداروينية. فعندنا مستويين، إذا نتكلم عن قضية وجود الله سبحانه وتعالى، فهل الداروينية تقف على الضد من وجود الله سبحانه وتعالى؟ أنا أقول لا، لا يلزم بالضرورة للاعتبارات الثلاث ذكرتها، أن الإطار المفسر للداروينية هو البيولوجيا، والإطار الكوني أوسع دائرة من هذا، والقضية الثانية ما يتعلق أن الداروينية كذلك لا تقدم تفسيرا في الإطار البيولوجي لنشأة الحياة. ثلاثة اللي هو قضية الداروينية في النهاية يعني يمكن أن أؤمن بوجود الله وأؤمن أن اتخذ من الداروينية سنة ونظام مفسرة لوجود الأنواع والجنات. طيب إذا حكمنا الداروينية الآن إلى الرؤية الدينية، نحتاج أن نستثني منها معاملين، أن المسألة وقع بتقديم الله سبحانه وتعالى وتطوير، وأن آدم عليه الصلاة والسلام من التطور. أيوة، التطور كأنه يوحي أن التطور عشوائي وتطور ليس مراعا فيه فاعل مريد، التطوير له فاعل، تطوير كأنه في شخص معين يطور. فما يتعلق بالمملكة الحيوانية والنباتية، هل يمكن عقلا؟ أقول نعم، ممكن عقلا تطورت الجنس بعضهم بعض. هل هنالك ما يخالف الشرع؟ هل هنالك ما يخالف الشرع؟ أنا أقول لا يوجد في الشرع على المستوى الشخصي ما يتعلق بالدلائل القطعية متعلقة. هل هنالك إشارات ظنية محتملة؟ محتمل. مثلا أقول دلائل ظنية، مثلا عندنا حديث الإمام مسلم المشهور أنه خلق الله عز وجل السماوات يوم كذا والأرض يوم كذا والتربة يوم والشجر والدواب، ذكر الأيام. فممكن يفهم الإنسان من هذا الحديث أن هذه خلقات خلق مستقل وهذه خلقات، ممكن يفهم. هل تكلم في هذا الحديث؟ إيه، فهو طبعا الإشكالية زي ما قلت ظنية من جهة الثبوت، أن الحديث بعض الأئمة يعلل، الإمام البخاري والإمام أحمد يعلل الحديث، وحتى لو صح الحديث فدلالته ليست دلالة قطعية مستحكمة فيما يتعلق في بابه. وكثير يعني يعني بعض المعارضة، بس هي قصارها زي ما قلت أنها دلالة ظنية ليست من قبيل الدلالة القطعية التي ورد في حق آدم عليه الصلاة والسلام، وبالتالي يحتاج إنسان يعمل فيها ما يعمله في قضية التعارض بين العقل والنقل. مثلا نستطيع أن نفرع ما يتعلق بالعلم الطبيعي التجريبي والنقل، وأن المقدم فيها القطعي، وأن إذا تعارض ظنيات يتطلب المرجح بين تلك الظنيات، وأن جنس الدليل ليس هو المقدم مطلقا عقليا أو نقليا أو حسيا تجريبيا وهكذا.
في من الناس يأتون بآية ثمانية أزواج يقول أنا ذكرتك هذا قسم من الدلائل الظنية، فلما تقرأ في كتب المفسرين إيه فليس ظاهرا هل المقصود الإنزال من السماء إلى الأرض ولا الإنزال من يعني من ذكران تلك الدواب إلى إناث الدواب، يعني في يعني من كلام طويل في المفسرين. فهذا عشان أقول إنه من خلال قراءتي فيما يتعلق بهذا المجال ما وقفت على دلالات يعني تدخل في إطار القطعية اللي تحتمل الإنسان. وزي ما قلت يعني كل الكلام السابق هو مجرد تجويز عقلي وتجعل من قبيل مسكوت عنه في الوحي، وتقول إن ترى الـ 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 الإشكاليات العلمية تناقش وتجادل في إطارها العلمي الطبيعي التجريبي. نعم شيخ، أنا كنت أفكر في قصة عيسى وعندما نفخ في الطير في الطير نفخ فيه، فتكون هذه ليست لها أم وأب، أي فهل يعني مثل آدم هو يعني كأنه نفخ فيه يعني مثل هذه عصفورة؟ هو طبعا الإشكال طبعا يعني أن هذا من جنس خوارق العادات، يعني اللي جرى من عيسى عليه الصلاة والسلام هو من جنس خوارق العادات اللي لا يلزم بالضرورة أن يكون مقيسا عليها. يعني لو استدل المستدل قال أن ظاهر اللي ورد من عيسى عليه الصلاة والسلام وقوع شيء يشبه الخلق المباشر، يعني بلا أب وأم بدون مسلك التطور، فطبعا بطبيعة الحال سنؤمن بهذا السنة ما عند الإشكال، لكن سنقول أن ترى هذا أمر خارق العادة، هذا الاستثناء، هذا لا دلالة فيه على 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 منع مسار التطور مثلا فيما يتعلق ببقية الطيور على سبيل المثال، وبقية حتى لو كان من جنس الطير نفسه يعني. فما يظهر تماسك، يعني خلنا نقلبها، مثلا احنا نعتقد ان حصل مسلك هدمي في مجال التطور اللي هو قضية المسخ قرد وخنازير، صحيح، بس هذا نفس الشيء، هذا من جنس خرق العادة، هذا الاستثناء القائم موجود، فلا يستطيع يعني استدلال سلبا وإيجابا. يعني بعضهم يريد استثمار مثل هذا يقول لك ترى مثلا ان حصل عكس التطور، حصل ما ادري سيد نعبر بالانجليزي مش يعني دي ايفولوشن زين، يعني ان الرجوع الى الخلف مثلا. فبالنسبه لي لا يصح كذا ولا يصح كذا، لان هذا هو الاستثناء، هذا شيء على هامش المشهد العام السنني او القانون الناظم لهذه الحياه الدنيا، والله اعلم. طيب شيخ، كيف تناقش من يقول ملاحظة كما ذكرت في اول الحلقه، قلت ان سام هاريس مثلا هو يقول بالجبر او بيقول يعني يقول لا يوجد شيء اسمه فري ويل او الحريه المطلقه، في نفس الوقت هم يقولون بالعشوائيه في مثلا في التطور، فكيف تخاطب ملحدا مثل هذا الذي يعني يقول بهذه الأشياء؟ والله هذه طبعا هذه من إفاداتكم شيخ محمد، يعني قبل اللقاء جزاه الله خير يعني ذكر لي هذا المعنى، وحقيقة معنى لطيف. يعني بادي الرأي لما ينظر الإنسان للمنظومة الإلحادية بالذات في نموذجها المادي الحتمي الصارخ، يعني لما تكلم عن نظام كوني مغلق ولا وجود لأي يعني معنى متفيزيقي أو معنى متجاوز أو معنى مغيب، هذا النظام مغلق، وهذا النظام مغلق محكوم بإطار سنني وقوانين حتمية لا بد تترتب عليه نتائجها، تبني هذا النموذج سيفضي الإنسان تلقائيا وطبيعيا كلازم إلى تبني خيار الجبرية، هو الموقف الطبيعي. يعني سواء الجبرية المتعلقة بهذا الوجود، يعني مثل ما تأخذ أي قضية وتلقيها على الأرض فتسقط فهنالك نظام كوني حاكم لهذه القضية، فكذلك إرادة الإنسان لا تخرج عن هذا الإطار، لأن خيارات الإنسان في النهاية هي محكومة بتفاعلات حية كيميائية موجودة في الدماغ حقه، هي اللي فالمشكلة الأساسية اللي يطرحونها الملاحدة أو بعضهم سام هاريس أو مثلا مايكل شيرمر عنده كتاب The Science of Good and Evil، يطرح هذه الرؤية أن ترى أن هنالك معادلة، المعادلة هذه فيها variables، فيها متغيرات كثيرة، لو استطعنا أن نضع يدنا على الفيريبلز على المتغيرات الكثيرة الموجودة في هذه المعادلة سنستطيع أن ندرك ونتنبأ بتصرفات الإنسان، لكن المعادلة معقدة بشكل كبير جدا تفقدنا القدرة على هذا التنبؤ. فهم يتبنون منظومة الجبرية زين اللي إلى حد ما بالنسبة لي هي جزء من اللوازم الطبيعية المترتبة على الرؤية الإلحادية. في المقابل هنا منطقة الإشكال، أن يفسرون كثيرا من الأحداث من القضايا بقضية الصدفة على سبيل المثال، قضية العشوائية، بل أنا أزعم، وخلنا نستجب العنوان اللي ذكرته فرانك تورك I don't have enough faith to become an atheist، أن مشكلتنا مع الملاحدة أنهم يبدون قدرة فائقة عجيبة للإيمان بإمكانية الصدفة، نحن المتدينين ترى عاجزين عن نقوم مقام الإيمان الذي تقومون حيال الصدفة، هذا جزء من يعني أحد القضايا التي لا يدرك الكثير من المهتمين بظاهرة الإلحاد، أن أحد الفوارق الأساسية بين الرؤية الدينية المؤمن بوجود الله عز وجل الرؤية الإلحادية، أن الملاحدة عندهم قدرة فائقة وعجيبة جدا بالإيمان بإمكانية الصدفة.
وذكرت هذا في بعض المناسبات أن ريتشارد دوكنز في أحد مؤلفاته وكتبه يقول لو كان مجموعة من النصارى موجودين عند تمثال لمرمي العذراء ففجأة التمثال هذا التفت إليهم ثم بدأ تلوح بيده إليهم لا قفز المتدينون وقالوا It's a miracle إنها معجزة. يقول ريتشارد دوكنز لكن ترى حقيقة هذا التمثال عبارة عن ذرات في حركة دائبة تلغي حركة ذرات بعضها ببعضها فيبدو لنا كأنه جسم ثابت وهو جسم موار من الحركة لكن لو قدر أن جميع الذرات كلها في لحظة واحدة بالصدفة انتقلت باتجاه واحد ثم بالصدفة عاد في اتجاه الآخر وهكذا لا أعطت إيحاء للناظر أنها تلوح لهم في حين حقيقة الأمر أن الأمر وقع صدفة. صحيح أن احتمالية أن يقع هذا الأمر صدفة is very 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 يمكن غدا سطرين ثلاثة يكتب بس very 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 low لكن يظل احتمال قائم وموجود. إذا بالنسبة إلينا هذا ليس هو الموقف الجاد ليس الموقف العقلاني أن الإنسان يتبنى إيمان بالصدفة إلى هذه المساحة. فبالنسبة يعني بهذه الرأي فعلا يبدو أن هناك قدر من الإشكالية في التوفيق بين مساحة الصدفة في الحالة الإلحادية مقارنة بحالة الجبرية أو الحتمية الصلفة والشديدة. ففعلا في في قدر من التناقض طبعا. والمشكله يعني الاكثر توافقا بادي الراي مع الرؤيه الالحاديه اللي هو خيار الجبريه وهو خيار كارثي جدا على المستوى المعرفي والمستوى الاخلاقي. يعني كيف يستطيع الانسان ان يثق في مؤلف خلينا ناخذ نموذج في فري ويل حق سام هاريس كيف استطيع ان اثق في مؤلف يريد ان يقعني في كتابه أنه كان مجبورا على تأليفه. يعني ليست المسألة يعني ناشئة عن فكرة ولا تقليب نظر ولا برهنة وتدليل. لا يقول لك ترى في الأخير حقيقة الأمر إن مثلا لو بالكيبورد يعني تصور يألف الحين كذا مو بالقلم يعني فأنا عشوائيا يعني أو مو عشوائيا جبريا مجبور على أني أضغط على الإزرار وتخرج هذه الكلمات من غير خيارات حقيقية قائمة مني. طيب كيف تستطيع إقناعي معرفيا إذا كان هذا هو المنتج القائم موجود؟ يعني تخيل مثلا عندك مثلا حفنة من الـ 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 الأحرف موجودة في طاولة معينة وألقيت على الأرض فسقطت. لا تستطيع أنك تتبنى بجدية يعني خروج كلمة معينة وكذا. وتخيل يعني مثلا يجي واحد يتعامل في حياته يعني بهذه الطريقة إذا أراد أن يفعل فعل معين عنده مثلا YESNO مثلا موجودة ويلقيها وينتظر تترتب بطريقة معينة ترتبت يتخذ خيار معين وانت تدرك ان ترى المسألة ما لا تخضع لي إرادة ان تفضي بك الى خيار من الخيارات. على المستوى الاخلاقي واضح ان في مشكلة كبيرة جدا اخلاقية لو نزع المسؤولية الاخلاقية. يعني احنا ندرك ضرورة فرق بين رجلين. رجل كان طفل نائم بجانبه وفجأة في أثناء النوم نائم الرجل وصاحب نوم عميق جدا كذا انقلب وهو لا يشعر على الطفل ومات الطفل. فرق كبير بين هذا الرجل وبين رجل آخر أزعجه الطفل من الصياح فقام بكامل وعيه فخنق الطفل وقتله. اللي تبنى الرؤية الجبرية يلزمه إيش؟ يلزمه التسوية بين الطفل كلاهما منزوع عن المسؤولية الأخلاقية ما عفل شيء ما بل المجرم هو ضحية إما جيناته إما السنن التفاعل أيا كان. يعني في الأخير هو مجبور فهذا مشكلة. يعني حتى من اللقطات الطريفة يعني بعض الملاحدة يحاول لتشوه سمعة مصطلح الإلحاد إيثيزم في بعض البيئات الغربية إلى توريد مصطلحات بديلة. مثلا من المصطلحات اللي وجدت بعضهم يحاول أن يروجها الفضاء الغربي مثلا برايتس المتنورين زين. من المصطلحات مثلا اللي وجدت بعضهم يقول لك free thinkers المفكرون الأحرار. فبالنسبة لي مفارقة لما يعني سام هاريس أو غيره مثلا يروج المصطلح free thinkers وهو يتبنى الرؤية الجبرية صحيح موجود أساساً كذاب ونشر هذه يعني إشكالية كبيرة يعني. سبحان الله. ومن الأفكار التي يعني يقولون بها الساينتزم يعني أن العلم التجريبي ممكن نفسر كل شيء به. فماذا نقول؟ والله أنا من فارقات لعبارة أن الساينتزم أو العلم الطبيعي التجريبي يستطيع أن يفسر كل شيء. أنا أقول لو أطلق الإنسان هذه العبارة وجعل من العلم الطبيعي التجريبي معيارا للتوصل إلى كل الحقائق فحقيقة الأمر أنها تنتقد العبارة بمعنى أن العلم الطبيعي التجريبي لن يستطيع أن يوصلنا إلى أي حقيقة من الحقائق. يعني لو تبنى الإنسان حرفية هذه العبارة سيؤول به الحال إلى إسقاط العلم الطبيعي التجريبي. لماذا؟ يعني مثلا من الأشياء اللي حاولنا نشرحها أصلا في الحديث السابق قضية المبادئ العقلية الضرورية أن عندنا جملة وحزمة المبادئ العقلية الضرورية غير مبرهنة بمعطيات العلم الطبيعي التجريبي وهي تشكل يعني بالإنجليزية الفاونديشن تشكل الأساس أو القاعدة الفلسفية اللي تقوم عليها كل المعارف البشرية التالية. طيب إذا قال الإنسان
العلم الطبيعي التجريبي قادر على أن يفسر كل شيء. فمعناته طيب أبغى الحين تفسير ما يتعلق بمبادئ العقلية الضرورية، هذه بطبيعتها لا يمكن البرهن وتدل عليها أصلا، فضلا عن يبرهن عليه ويدلل بمعطيات العلم الطبيعي التجريبي. فإذا تهاوت هذه المنظومة سيتهاوى المنظومة المتعلقة بالعلم الطبيعي التجريبي نفسه. يعني المنهج العلم التجريبي إنما يقوم على قضايا تؤول هذه القضايا في النهاية لما يتعلق بمبادئ العقلية الضرورية. كمثال إشكالية كبيرة، يعني خذ مثلا من النقد المتعلق بها، يعني هذه العبارة منتقضة ذاتيا، يعني لما يطرح إنسان المعرفة يقول ترى كل معرفة إنسانية بشرية محصورة في إطار العلم الطبيعي التجريبي، لا سبيل للتوصل للمعرفة والعلم إلا عبر بوابة العلم الطبيعي التجريبي. يطرح لي سؤال، طيب كيف توصلت إلى هذه الحقيقة؟ سؤال مشروع. فإما أن يبرهن على هذه الحقيقة بمعطى خارج العلم الطبيعي التجريبي، يقول للعقل دل عليها، يعطيك أي حجة فتقول خلاص إذا 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 معناته أن نستطيع أن نتحصل على المعرفة خارج إطار العلوم الطبيعية التجريبية، وهذا نقض لفكرة انحصار اللي دعيته. أو يقول الدليل على انحصار المعرفة إطار العلوم التجريبية هو من العلوم الطبيعية التجريبية، وهذا في اللسان يسمونه دور في اللسان المنطقي، أنه يلزم منه الدور، وأنه لا يستطيع إنسان أن يقيم المدعى كبرهن ودليل على دعوة، على تصحيح دعوة، هذا مصادر على المطلوب. فمشكلة يعني مشكلة كبيرة يعني، وكارثية هذا الخيار يعني من ناحية الفلسفية، كارثية أنه يحرم الإنسان من أفق معرفي واسع وكبير جدا. صحيح. يعني خصوصا فيما يتعلق بالمجال الديني، يعني مثلا أحد الداروينيين عبارة وقفت عليه يقول سكوت تود عنده عبارة يقول حتى لو كانت كل المعطيات تشير بوجود مصمم ذكي لما كان هذا الخيار مقبولا، لأنه تفسير غير مادي للظاهرة المادية الطبيعية. يعني هو الحين رجل بكامل وعيه وإدراكه يقول لك ترى لو أقمت لكل الدلائل على صحة وجود الله عز وجل فلن أؤمن بوجود الله عز وجل، لأني أتطلب في ضوء الساينتزم، في ضوء العلموية، أتطلب تفسيرا ماديا طبيعيا فقط. طيب يعني احنا نطالب الطرف الثاني يكون اوسع افقا من ان يحصر ذهنه في هذا الاطار. احنا نطالب المخالف اذا امنت بذي بيج بانج، بالانفجار الكبير، فمعناته عندك لحظه تاسس فيها وجود الكون، تاسس فيها الماده والطاقه، بل الزمان والمكان الفيزيائي المتعلق بهذا. طيب قبله وجد شيء تسبب في وجوده ليس منتميا الى فضاء الماده والطاقه الموجود داخل اطار هذا الكون. فلا تستطيع ان تفسر كل شيء بالضروره في ضوء الرؤيه الماديه الطبيعيه فقط. ولذا من الكتب الجميله عندكم فيلسوف بريطاني اسمه توماس نيجل، توماس نيجل عنده كتاب اسمه مايند اند ذا كوزموس، والعنوان الفرعي للكتاب لماذا الرؤيه الماديه النيور داروينيه شبه خاطئه تماما في تفسير الوجود. ذكر فيه ثلاث قضايا ما يتعلق بظاهرة الوعي، بظاهرة الإدراك، بظاهرة الأخلاق. يقول تبني حرفية الرؤية المادية النيو داروينية لن تستطيع أن توصلنا إلى جواب فيما يتعلق بالوعي أو بالإدراك أو بالمجال الأخلاقي. فهي بالعكس يعني هي إشكالية كارثية وإشكالية خطيرة جدا، إشكالية خطيرة جدا متناقضة مع جملة. ليس القصد بطبيعة الحال بكل الكلام السابق التقليل من العلم الطبيعي التجريبي وأهميته في حياتنا وأنه أحد موارد المعرفة الإنسانية البشرية المهمة، ليس هذا القصد، لكن إحنا إشكالاتنا الحين مع رؤية فلسفية، مع رؤية فلسفية تقدم لنا نظرية من نظريات المعرفة مغالية في مجال الحس بحيث تحصر المعرفة الإنسانية البشرية في إطار معرفي وتحرم البشرية من أطر معرفية أخرى، من مصادر معرفية أخرى. فالصراع الموجود هنا ليس، وهذا يعني كما لا يروق لبعض تصويره، ليس خصومة مع العلم الطبيعي التجريبي، لكن الخصومة مع رؤية فلسفية تنتمي إلى فضاء ما يعبر عنه بنظرية المعرفة الإبستمولوجية. لنا حق الاعتراض ولنا حق المناقشة، وأن علماء الطبيعة والتجريب الذين يتحدثون بنزعة العلموية ترى لا تتوهم أن لحظة ما يتكلم بالنزعة العلموية هو يلبس قبعة الساينس، ساينتست اللي هو قبعة العالم الطبيعي التجريبي. لا، ترى هو الحين يتكلم بلغة الفيلسوف، وبالتالي ترى بقية ما هم مشتغلين بهذا الباب لهم حق أنهم يأخذون ويعطون ويعترضون، ولا تستطيع عليه بأنك مثلا لسه متخصصا في البيولوجيا، لازم متخصصا في الفيزيكس، لازم متخصصا في الكوزمولوجيا. لا، ترى الطرف المقابل لا يتحدث الآن باعتباره مختصا في الكوزمولوجيا ولا متخصصا في البيولوجيا ولا متخصصا في الكيمياء ولا الفيزيكس وغيره، لا. هو يتكلم الحين في إطار فلسفي. هذه الأطروحة، هذه النظرية، حصر المعرفة الإنسانية البشرية في إطار العلوم الطبيعية التجريبية، وحصر الإطار العلم الطبيعي التجريبي في إطار المادية
هذه رؤية فلسفية، هذه شيء ينتمي لفضاء فلسفة العلوم، هذا شيء في نظرية المعرفة، هذا ليس علما طبيعيا تجريبيا، هذا لا صلة له بالمنهج العلمي التجريبي. هذه قضية أعتقد التنبيه عليه والتذكير فيها بغاية الأهمية. فما هي مصادر العلم إذن؟ لو قلنا طيب واحد ممكن يستمع لهذا يقول طيب إن لم يكن العلم التجريبي هو مفسر لكل شيء، طيب هي ما هي المصادر الأخرى اللي ممكن نستخدمها؟ يعني خلنا نعالجها عبر بوابة العلم الطبيعي التجريبي. العلم الطبيعي التجريبي هي منهجية مخصوصة متعلقة بأحد المصادر الكبرى الأساسية لمصدر الحس. يعني أصلا وجد في التاريخ الفلسفي لما تتكلم عن مصادر المعرفة وجدت اتجاهات معينة، أحد هذه الاتجاهات مدرسة يسمونها المدرسة الحسية، اللي هي مدرسة تحصر يعني المعرفة الإنسانية البشرية في إطار المحسوسات. إمبيرسيزم يعني. أيوة. فعندك الحين هذا يعني أنا بالنسبة لي نزعة العلموية إنما هي تطوير مغال في النزعة الحسية. يعني ولذا من الأدوات اللي يستثمرها الإنسان في نقض مشروع العلموية ساينتزم، اللي هو قضية كل النقدات اللي وجهت إلى المدرسة الحسية توجه إليها، لأن حقيقة الأمر إن هي القاعدة الفلسفية اللي انطلقت عنها. يعني أنت تتكلم عن المسألة الحسية مثلا الأوائل، بعدين مثلا جاك أوغست كونت على سبيل المثال وطلع مثلا الوضعية على سبيل المثال، ثم تطورت الوضعية المنطقية. فأحد الفروع المطورة عبر نموذج الإقامة مثلا الوضعية اللي قامها أوغست كونت اللي هو قضية العلموية أو الساينتزم. طيب فهذا مصدر، فعندنا مصدر الحس. ليس مشكلتنا مع الحس باعتباره مصدرا، بالعكس هو مصدر في غاية الأهمية، ونبه الشارع إليه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فعندنا السمع البصري هي أحد أهم الموارد الحسية موجودة عند الإنسان. فالحس عندنا العقل، العقل كذلك الموارد المعرفية في جملة من المعارف يستطيع الإنسان أن يؤلفها ويركبها من خلال معقولاتي. يعني مثلا العقل أحد امتيازاته الموجودة عنده اللي هو قضية التجريد، يعني بمقدوره أن يتلقى الوارد من خارج من الحس ثم يجرد هذا الوارد من الاختصاص، من النسبة، من الإضافة، من التعيين الموجود في الخارج، بحيث يطلق قضية كلية عامة. مثلا فيما يتعلق مثلا يستطيع الإنسان، يعني حتى هذه موجود عند الأطفال، شفت تجربة معينة يعطون طفل صغير جدا صور لقطط وكلاب، فيصير عنده قدرة أن يفرز صورة القطط عن صورة الكلاب. طيب إيش اللي حصل؟ إن أحد القضايا اللي يستطيع العقل توليده صورة ذهنية مجردة لكلب مطلق ولقطة مطلقة مجردة. طيب كيف توصل العقل إلى هذه الصورة؟ توصل عن طريق الحس، وبعدين يتوصل إلى معرفة من لون جديد. فعندنا كذلك غير المعارف الضرورية اللي ذكرناها وكذا، أو الرياضيات مثلا، أو الرياضيات. فقصي الرياضيات تنتمي إلى فضاء المعقولات، إلى العقل. فعندنا العقل، عندنا الحس. بتعاضد العقل والحس، هذا التعبير اللي يستخدمه ابن تيمية وكذا، عندنا مصدر يتولد اللي هو الخبر. يعني بمعنى أن في قضايا معينة، يعني مثلا في الكتابة التراثية يعبرون بهذه العبارة، يعني وما أعرف إيش سبب التمثيل هذا، بس هم يذكرونه أن مثلا وجود غراب على منارة في أحد المساجد ممكن عقلا، ليس مستحيلا، يعني العقل يستطيع أن يحكم بإمكانه. ولأني غائب عن تلك المنارة فلا أستطيع عن طريق الحس أني أعرف أنه وقع أو لم يقع. طيب هل يمكنني أن أتحصل على المعرفة عن هذا؟ يقول لك أنه ترى ممكن عن طريق الخبر، أنه يأتيك إنسان معين ويقول لك ترى وجد غراب على منارة المسجد. طيب هذا الخبر ممكن يكون خبر متواتر فيعطيني حالة من الحالات القطعية، أو دون ذلك مراتب فيعطيني ما أستطيع أني أنتفع منه بطبيعة المتحدث والقائل، طبيعة المعلومة في اعتبارات معينة. فإجمالا المصادر الأساسية المعول عليها فيما يتعلق بمصادر المعرفة العقل، الحس، الخبر، وتبقى قضايا يعني مكملة أو داخلة في هذا الإطار. قضية الحدس أو الفطرة على سبيل المثال له أثر يعني فيما يتعلق بهذه المعادلة، لكن أعتقد أن هذه إجمالا من الكتب اللي أنصح بها للمهتم بنظرية المعرفة ما يتعلق بمصادر المعرفة بشكل خاص. كتاب لطيف للشيخ أحمد الكرساوي اسمه مدخلي لنظرية المعرفة. كتاب جميل صغير، يعني ميسه هو من أجمل المداخل نظرية المعرفة. يتكلم عن سؤال طبيعة المعرفة، يعني ما هي طبيعة المعرفة بين المسألة الواقعية والمسألة المثالية على سبيل المثال والمسألة البراغماتية. يتحدث عن مصادر المعرفة، عن إمكانية المعرفة، هل المعرفة اليقينية ممكنة ليس ممكنة. فالكتاب حقيقة من أفضل ما يبتدأ به هذا الإطار. من الكتب الجميلة كذلك كتاب لشو اسمه الشيخ عبد الله القرني، عنده كتاب اسمه المعرفة في الإسلام، كتاب جميل. في كتاب للشيخ عبد الله الدعجاني، كتاب كذلك يعني ممتاز، منهج ابن تيمية المعرفي.
في كتاب عن منهج ابن حزم المعرفي كذلك، كتاب لطيف. في كتاب أترقبه على المستوى الشخصي للشيخ يوسف سمرين، يطبع بإذن الله عز وجل قريبا، وبإذن الله عز وجل يكون مثريا جدا فيما يتعلق بهذا الإطار. فشاهد أنه يعني يستطيع إنسان العودة إلى المرجعيات هذه حتى يجد فيها كلام مفصل فيما يتعلق بهذا الأفق وهذا الإطار. طيب شيخ، ما هي نصيحتك لشخص يريد أن يقوي حجته المنطقية والعقلية؟ يعني نصيحة عامة لواحد يريد أن يعني يدعو الله سبحانه وتعالى ويستخدم هذه يعني الحجج. والله يعني طبعا أنا بالنسبة لي النصيحة التي لا أمل من تكرارها فيما يتعلق بهذه القضية وغيرها، قضية القراءة ثم القراءة ثم القراءة، اللي هو قضية أن يحتاج إنسان أن يقدم من نفسه جهدا حقيقيا في التعلم، وبوابة التعلم الكبرى قضية القراءة. وأنا أزعم أن لا يستطيع الإنسان حقيقة أن يكون لنفسه منظومة معرفية متماسكة حقيقة وصاحب حجة قوية ما لم يفضي إلى عالم الورق، إلى عالم المطبوع. يعني ما بيصير يعني حرفيا في قضية الورق، حتى الكندل ينفع، الكتب الإلكترونية تنفع لا بأس، المهم أنه يقبل بشغف على قضية القراءة. وأنا أزعم أن المراجع المكتوبة في الموجودة في المكتبات لو وفاها الإنسان حقها وطالعها وقلب النظر فيها وكرر يعني مطالعتها، أزعم أنه يستطيع أنه يستثمر حجة بشكل كبير جدا. طبعا هذا معامل معين، وبعدين تبقى يعني مجال آخر يستطيع الانتفاع عبر بوابة الكتب وعبر بوابة الخبرة والتلاقح الأفكار والنقاش المباشر، اللي هو ما يتعلق بالأدوات الذهنية، الأدوات العقلية، القدرات النقدية، ترقية النفس فيما يتعلق بمجالات التفكير الناقد على سبيل المثال. لأن مثلا لما يتكلم الإنسان على مستوى الحجاج والجدال والمناظرة والمناقشة، للأسف ليس المكون المعرفي هو المكون المهيمن حقيقة على المشهد بالضرورة. المكون المعرفي مكون مهم جدا، لكن ترى هنالك معطيات خارج هذا الإطار، هنالك سرعة البداء، هنالك الذكاء الفطري أحيانا، يعني في معاملات أخرى بعضها قد يكون فطرية موجودة في الإنسان، وبعضه يمكن للإنسان أن يطور كفاءته فيها، يعني حالة فيها من جنس حالة اللي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الحلم بالتحلم، إنما العلم بالتعلم. ففي مهارات معينة يستطيع الإنسان الإفضاء إليها، وهذه القضايا اللي هي المهارات، وإن كان من الممكن أن يستفيد بعض الجوانب المتعلقة من عالم مقروء الكتابة، لكن الأصل أنها قضية تتلقى عن طريق التدريب والتأهيل، ولا يمكن أن تعلم إنسانا السباحة عن طريق مطالعة كتاب مثلا. فهذا كذلك أعتقد أن قضية مهمة. فالقضية القراءة محاولة يعني استفادة المهارات عبر بوابة القراءة، الجلوس مع المهتمين، الحضور مثلا الدورات، الحوار، الحديث، يعني قصي يفتش الإنسان كيف يستطيع أن يبني الإنسان سواء الجانب المعرفي أو الجانب الملكات المتعلقة بهذا المجال. الله أعلم. شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا، والله استفدنا كثيرا، الله يحفظك والله بالخير، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم وحسن مشاهداتكم. اعملوا لايك ان شاء الله واشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.